سيدة وسادة الوزراء، سيدات وسادة الوزراء معذرة، سيدات وسادة النواب، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه، وعملا كذلك بمقتضيات المواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، يعقد مجلس النواب الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة. وتجدر الإشارة أن جدول الأعمال للجلسة يتضمن جزئين اثنين، يتعلق الأول بالأسئلة المحورية، والجزء الثاني يتعلق بباقي الأسئلة. فنشرع الآن في طرح أسئلة الجزء الأول والذي يتضمن محورين اثنين، الأول حول موضوع الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019، والثاني يتعلق بموضوع السياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب. أعطي الكلمة الآن في إطار المحور الأول للسيدة النائبة فتيحة السداس باسم فرق ومجموعة الأغلبية لتقديم السؤال المتعلق بالأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019. السيد الرئيس، سيدات والسادة الوزراء، سيدات والسادة النواب، سيد رئيس الحكومة، سيد رئيس، سيدات والسادة الوزراء، سيدات والسادة النواب، انخرطت الحكومة في مجموعة من الأوراش والبرامج الاجتماعية انطلاقا من البرنامج الحكومي الذي أفرد محورا خاصا بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجال. وقد وجهت العديد من الخطب الملكية السامية الحكومة إلى ضرورة إعطاء الأهمية الكبرى والأولوية اللازمة لتفعيل السياسات والبرامج في مجال الدعم والحماية الاجتماعية. ومن هذا المنطلق سنسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات العملية لتنزيل الأوراش الاجتماعية برسم سنة 2019 والمتعلقة أساساً بإعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية واستهداف الفئات المجتمعية التي تستحقها بشكل شامل وعميق، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل وتصحيح الاختلالات والسكن والمنظومة الوطنية للصحة وبرنامج التغطية الصحية راميد ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة، علاوة على صيانة التماسك الاجتماعي والأسري ودعم الطبقة المتوسطة وتنميتها والنهوض بالرأسمال البشري بصفة عامة. متسائلين كذلك عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لإشراك القطاع الخاص للنهوض بالميدان الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين. الكلمة الآن للسيد النائب باسم فريق الأصالة والمعاصرة محمد أبدرار، تطوير مقاربة السياسات الاجتماعية. شكرا سيد الرئيس. معذرة سيد النائب. صلح ديك السمية، الله يرضي عليك. الله يودي. صلحنا تلقائيا بإعطائك الكلمة. لا صلحني كتابات العفو. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة، كثر الحديث عن الشق الاجتماعي كعماد أساسي في السياسات الحكومية. لذلك لا شك أن السياسات، وسنتفق معكم، لا شك أن السياسات الاجتماعية كمفهوم جديد حاولت بلادنا تبنيه وبلورته في سياساتها العمومية من أجل تجويد الحياة اليومية للمواطنين.
وكثر اكثر يعني ادراج العديد من الاسماء ديال هذه البرامج، لكن مع الاسف الشديد بدون اثر يعني حقيقي لدى المواطن. لذلك تنتسالوا معكم ومعنا المواطنين على التصور ديالكم لتطوير المقاربه ديالكم السياسيه الاجتماعيه. شكرا. شكرا سيد النائب بودرار. الكلمه الان للسيده النائبه خديجه الردواني باسم الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه لطرح السؤال المتعلق بالاوراش الاجتماعيه. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومه، الساده الوزراء، الساده النواب المحترمين، اعطى جلاله الملك منذ اعتلائه عرش اسلافه الميامين اهميه قصوى للاوراش الاجتماعيه بهدف الارتقاء بالواقع الاجتماعي للمواطنين خاصة الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود، وإيمانا منا بكون التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بدون التنمية الاجتماعية، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات في هذا المجال، وما هي الأوراش التي أعدتها الحكومة برسم سنة 2019 للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في ظل تفشي وتزايد مظاهر الفقر والهشاشة وارتفاع معدل البطالة؟ الكلمة لسيد رئيس الحكومة، فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سيد الرئيس، سيدات والسادة الوزراء، سيدات والسادة النواب المحترمين، وأشكر في البداية جميع الفرق التي بتفضلها بطرح هذا السؤال المحوري مرتبط بالأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة به برسم سنة 2019. أريد أن أؤكد في البداية بأن الحكومة واعية بالخصائص الاجتماعي وواعية بضرورة إيلاء الأولوية والاهتمام اللازم للقضية الاجتماعية. وأريد أن أؤكد ثانيا أن الحكومة كما قلنا في البرنامج الحكومي منذ البداية تعطي الأولوية للأوراش الاجتماعية، وخصوصا على مستوى التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع أولويات للقطاعات الاقتصادية التي هي التي ستدعم النهوض بهذه القطاعات الاجتماعية. وقد أتت الخطب الملكية الأخيرة اللي ضمن انشغالات الحكومة، وأتت الخطب الملكية الأخيرة لتدعم العمل الحكومي في هذا المجال، وتسطر رؤية واضحة للاهتمام الخاص للشأن الاجتماعي ولتطوير وتحسين المقاربات المعتمدة في هذا الشأن. ومن هنا يمكن أن أقول بأن الحكومة، سادة الصحفيين من فضلكم الحكومة احترموا في قانون المالية 2018، واليوم أيضا في مشروع القانون، مشروع قانون المالية 2019 اللي عندكم، في عدد من التدابير والإجراءات الجريئة والشجاعة وأحيانا غير المسبوقة لدعم الفئات الاجتماعية التي تحتاج فعلا إلى دعم، ماشي فقط الفقيرة، ماشي فقط الهشة، ولكن حتى الطبقة المتوسطة الدنيا، ولكن أيضا حتى المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وهذا مشروع القانون المالية كما قلت في البداية هو مشروع اجتماعي بامتياز بالأرقام وبالإجراءات. هذه القضية الاجتماعية كما قلت عدنا فيها بالخصوص أربعة المحاور، إضافة إلى محاور أخرى مرتبطة بالعدالة المجالية. أولا التعليم، ثانيا الصحة، ثالثا الشغل، رابعا الحماية الاجتماعية. هذه الأساسية. بطبيعة الحال في كل من هذه السياسات نأخذ بعين الاعتبار الحاجة
الماسة للاهتمام بالعالم القروي وبالبادية على أساس الخصاص والنقص الذي ورثناه تاريخيا، الاهتمام بالمناطق البعيدة، أخذ بعين الاعتبار العدالة المجالية، وأيضا قضية السكن اللائق. وسنرى بأنه بالخصوص في جزء القطاعات اللي هي قطاع التعليم وقطاع الصحة كان هناك ارتفاع متزايد للميزانية المرصدة 2018 و2019 بشكل غير مسبوق، وأيضا الرفع من عدد المناصب المالية لهذين القطاعين بشكل غير مسبوق أيضا بالأرقام، بحيث قطاع التعليم بوحده اليوم مع 2019 غادي يوصلون 70,000 منصب مالي، إذا دخلنا 2019 70,000 منصب مالي بمعنى يتجاوز عدد من الحكومات السابقة في 5 سنوات. وهذا جهد كبير بذلته الدولة أولا لتجاوز الخصاص، ولكن هو أيضا يفيد فئات واسعة من الشباب ويفتح لهم باب الشغل. بالتالي في مجال التعليم غادي نشوف غير الشق الاجتماعي، غير الشق الاجتماعي، لأن هناك واحد جهد، واحد بذل جهد لدعم مختلف البرامج الاجتماعية في مجال التعليم. وكما قلت في البداية نبدأ بهذه القضية الميزانية اللي وصلت اليوم في مشروع قانون المالية اللي عندكم 68 مليون درهم و275 بزيادة 5 مليار ديال الدراهم بالمقارنة مع السنة الماضية، أي تقريبا 9%. وأيضا البرامج ديال دعم التمدرس اللي هي برامج اجتماعية التي تطورت بشكل غير مسبوق، أنتم تاع مختلف البرامج كتعرفوها غير تيسير بوحده، وكنا قد وعدنا في البرنامج الحكومي مراجعة الاستهداف الجغرافي وتوسيعه إلى آخره، واليوم وصلنا وبدعم من جلالة الملك دائما عدد المستفيدين اليوم غادي يكون ابتداء من يناير 2019 2.1 مليون مستفيد خلال الموسم الدراسي، مقابل 700,000 فقط خلال الموسم الدراسي السابق، والكلفة الإجمالية غادي توصل 2.17 مليار مقابل 600 مليون فقط. إذن هذا واحد جهد كبير جدا، وهذا غادي يوصل مباشرة إلى الفئات التي تستحقها. وأيضا وهذا هو المهم، هذا البرنامج عنده تأثير في التمدرس، عنده تأثير في مقاومة الهدر، عنده تأثير في مقاومة التكرار ديال الأقسام، عنده تأثير في رفع الجودة ديال التعليم. فهذا مدخل واحد من مداخل متعددة في هذا المجال. بطبيعة الحال هناك عدد من البرامج الأخرى اللي مرتبطة بالداخليات وبالمطاعم المدرسية وغيرها. أيضا هناك التعميم التدريجي للتعليم الأولي، واللي الدولة غادي تدير فيه واحد جهد كبير، واللي اليوم غير هذه السنة غادي تفتح ما يقرب من 4,000 قسم جديد في التعليم الأولي، أغلبها الآن موجود لأن إما كتكون أقسام تم إصلاحها أو بناء أقسام جديدة، والجهد بقي غادي يستمر، ولكن فيه التركيز بالأساس على العالم القروي حيث موجود الخصاص فعلا. بالنسبة للطلبة أنتم عارفين جميع الجهود التي تمت في هذا المجال للدعم الاجتماعي، وخصوصا منحة متدربي التكوين المهني الحاصلين على البكالوريا والمسجلين بمستويين التقني وشبه التقني والتقنيين المتخصصين، وهذه أيضا حاجة جديدة جبتها الحكومة، وهذه السنة سنحاول أن نعممها. السنة الماضية تقريبا استفدوا منها 11,000 متدرب في التكوين المهني، والهدف ديالنا نوصل هذه السنة إلى 60,000 تقريبا. وهذا راه الطالب أو المتدرب راه يجد تأثيرها مباشرة. الأوراس الاجتماعية المرتبطة بقطاع الصحة، قطاع الصحة حتى هو قطاع اجتماعي بامتياز، ولدعمه على الرغم من أننا واعين بأن الحكامة ديال قطاع الصحة حتى هو خصو جهد، حكامة ديال قطاع الصحة وإعادة النظر في عدد من المشاريع داخل ولكن رغم ذلك احنا واعين أيضا بأن قطاع الصحة يحتاج إلى دعم، فرفعنا الميزانية هذه السنة ب1.5 مليار تقريبا درهم، وهو زيادة بما يقارب وما يزيد قليلا عن 10% بالمقارنة مع السنة الماضية، وهذا شيء مهم. بطبيعة الحال تقوية منظومة ديال المساعدة الطبية، نظام المساعدة الطبية الرميد هو شيء مهم جدا، وأيضا هو يسير في الاتجاه ديال الدعم الاجتماعي، وأيضا مراجعة الحكامة دياله،
وفتح وكالة خاصة أو جهاز خاص لمتابعة نظام المساعدة الطبية، وسترصد هذه السنة اعتمادة مالية مهمة 1,600,000,000 درهم في ميزانية 2019 بزيادة ديال 300,000,000 درهم، وسنعمل على تحسين مختلف البرامج ديال ولوج الخدمات الصحية وخصوصا في مؤسسات القرب. ثالثا التشغيل، تحدثنا عن التشغيل مرارا، وهو التشغيل هو أكبر مدخل لمحاربة الهشاشة، أكبر مدخل للعيش الكريم، وإحنا واعيين بوجود عدد كبير من الشباب عاطلين، ويجب أن نعمل على حل هذه المشكلة البطالة. ومن هنا قامت الحكومة وانكبت على إعداد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، والاستراتيجية اللي فيها محاور اللي فيها هدرت عليها من هذا المنبر، هي إما دعم إيجاد مناصب شغل جديدة، أو ملائمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، أو تكثيف البرامج النشطة للتشغيل ودعم الوساطة وتحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، أو دعم البعد الجهوي في التشغيل. وهذه الخطة تتميزت هذه الخطة الأخيرة بكونها دخل فيها عدد من الشركاء، شركاء متعددين من بينها جمعية رؤساء الجهات بالمغرب، وأيضا الاتحاد العام لمقاولة المغرب وبعض الشركاء الآخرين. وبالتالي ستعرف 2019 بالخصوص دعم البعد الجهوي للتشغيل وفقا للاختصاصات الجديدة للجهة في هذا الميدان والمنصوص عليها في القانون التنظيمي بالجهات، وقد وقعت اتفاقيات في أثناء الإعلان عن هذا البعد الجهوي في حفل خاص. ولكن أيضا هناك عدد من البرامج النشطة ستحرك، ولكن هنا بغيت أنا نشير لجوج الأمور أساسية. الأمر الأول اللي بغيت نشير إليه هو المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تخصيص 7% للأشخاص في وضعية الإعاقة، ورد في مرسوم أول مرة في مرسوم في يوليوز 2000، ومنذ ذلك الحين لم يتم الوصول إلى 7% في أي سنة. دائما كانت جهود، صحيح الجميع حاول، ولكن دائما كان هناك صعوبات. وبالتالي في 2016 صدر مرسوم جديد كينظم هذه العملية وكيلزم باش تكون فيها إجراءات محددة باش يمكن نفروا لهذه الأشخاص ذوي الإعاقة أكبر الفرص باش يدخلوا التوظيف. طيب رغم ذلك، هذه الإجراءات رغم ذلك مكنت واحد شوية، تحسن واحد شوية، ولكن داك شيء بسيط. ومن هنا جت الفكرة ديال تنظيم مباريات خاصة لذوي الإعاقة لغيسهل عليهم الولوج إلى الوظيفة العمومية. الآن هو صدرنا مرسوم في هذا المجال، الآن نحن بصدد العمل على التنفيذ ديالو عن طريق تدابير متقدمة للقيام بأول تجربة لتنظيم مباراة خاصة لذوي الإعاقة 50 منصب قبل نهاية 2018. درنا جهد كبير باش نعدلو كثير من المقتضيات القانونية أو التنظيمية قانونية بمفهوم التنظيمية التي تقف حجر عثرة والتي لا تسمح. واليوم غادي نضموا أول مباراة، ولكن كما رأيتم في مشروع قانون المالية 2019 دخلنا واحد جوج الإجراءات اللي كتسمح باش نسرعوا هذه المباراة. واحد 200 منصب خصصت خاص للأشخاص ذوي الإعاقة مركزيا، ماشي معنى الغينا هذيك 7% في كل قطاع، لا أبدا، هذيك غادي تبقى وغادي نعاود نجمعوا منهم لتنظيم مباريات خاصة، ولكن إضافة لهذيك 7% ولضمان واحد الحد الأدنى من لتنظيم هذه المباريات الخاصة وطنيا تخصص 200 خاص، وهذا إجراء غير مسبوق أيضا في إطار هذا الاهتمام بهذه الفئة. وأحدثت أيضا لجنة وطنية لتتبع المباريات الخاصة لضمان التطبيق السليم لهذا المقتضى ديال المباريات الخاصة. ولكن أيضا هذه اللجنة الوطنية للأشخاص المعاقين تضمن أيضا تطبيق السليم لحصة هؤلاء الأشخاص في مختلف المباريات ذوي الإعاقة، وضمان حسن سير المباريات الخاصة مركزيا. هذا إضافة عند أيضا واحدة مهمة، التواصل مع المؤسسات العمومية مع الجماعة الترابية لإنخراط
في هاد الورش. اذا ان شاء الله غادي نعطيو دفعه لهاد التوظيف والحصه ديال 7% للاشخاص ذوي الاعاقه باجراءات غير مسبوقه. المستوى الثاني واللي ايضا حتى هو مهم جدا، وهو اشراك العمل الجمعوي كفاعل محوري في ميدان الوساطه في سوق الشغل. وفي هذا المجال درت عدد من الاجراءات. واحد الاجراء لاول مره دخل في قانون الماليه ديال 2018 هو داك الشيء اللي كيستافدوا منه المقاولات ديال الاعفاء من الضريبه على الدخل بالنسبه للوظائف الجديده. واحد كانت خمسه ولا في اطار التحفيز ولا 10. ايضا لاول مره دخلنا فيها الجمعيات، اي وظائف جديده باي بالنسبه للشركات الجديده او الجمعيات الجديده. دابا هذه السنه راه غادي ايضا مقترح باش نسعوا هذه القضيه تشمل جميع الجمعيات في ضوابط معينه. يمكن نرجعوا لهذه المساله من بعد. اذا هذا واحد مجموعه الاجراءات ايضا مهمه جدا وغير مسبوقه في هذا المجال. هناك خامسا تسريع تفعيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعيه والمجاليه بالعالم القروي. هذا البرنامج الذي كان وفق التعليمات الملكيه الساميه اللي بدا في 2017 غادي نوصلوا في 2019، والحمد لله البرامج ديال هاد السنتين نفذت فواحد النسبه، باقي ما درناش التقييم النهائي ديال 2018، نسبه معتبره. هذا البرنامج في عمومه تقدر التكلفه ديالو على مدى هذه السنوات كلها، يعني تقريبا 7 سنوات 50 مليار درهم. صندوق التنميه القرويه غادي يعطي 47%، المجالس الجهويه 40%، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه 8%، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 5%. وهذه السنه غادي تبرمج في اطار هذا البرنامج بمختلف المتدخلين مما فيه من القطاعات المعنيه، التجهيز، الصحه، كلهم غادي عندهم دور في هذا البرنامج. هذه السنه غادي يكون 7 مليار درهم، وهذا غادي يمشي اساسا الى المناطق القرويه والبعيده والجبليه. هناك بطبيعه الحال سادسا، وهذا شيء مهم، تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي التي تشرف جلالة الملك بالإشراف على حفل اللي كان فيه الإطلاق ديالها. وفي هذه المرحلة المبادرة للتنمية البشرية غيتولي عندها واحد الدور أكبر، يعني مستقبلي مهم جدا، وغادي تدخل عدد من البرامج الجديدة بما فيها تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وغيره من البرامج، مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وغاية ترفع الميزانية ديالها، وغاية تولي تقريبا 1.8 مليار درهم سنويا، ما يقدر ب 18 مليار على مدى 10 سنوات. وتجدر الإشارة إلا أن تمويل هذه المرحلة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيتم تحمله بنسبة 60% في إطار الميزانية العامة، 30% من قبل الجماعات الترابية، 10% من قبل التعاون الدولي. سابعا، خصني نشير لواحد إجراء اجتماعي مهم أيضا، وهو مواصلة الأنشطة الممولة في إطار صندوق التكافل العائلي. ودرنا فيه واحد الإجراء مهم عن طريق تعديل القانون اللي كان موجود في توسيع لائحة المستفيدين من هذا الصندوق، صندوق التكافل العائلي، عبر إدراج فئات جديدة من جهة اولا، ثانيا تبسيط المساطر ديال استفاده النساء اللواتي سيستفيدن من هذا. واخا صدق البرلمان على هذا القانون طبيعه الحال، وبالتالي اضافه الى الاولاد مستحقي النفقه بعد انحلال الميثاق الزوجي وثبوت عوز الام، اضفنا فئات جديده مستحق النفقه من الاولاد خلال قيام العلاقه الزوجيه بعد ثبوت عوز الام، مستحق النفقه من الاولاد بعد وفاه الام من قبل ما كانش هادو كيستافدوا، مستحق النفقة من الأولاد الخاضعين للكفالة، الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة. فهذا كلهم تضافوا في هذا مشروع القانون، وهذا التوسيع لفئات جديدة حتى هي محتاجة إلى أن تستفيد من هذا الصندوق. وأظن بأن هذا شيء مهم، وغادي يرفع عدد النساء المستفيدات من الصندوق سنويا. وأخيرا هناك محور مهم جدا، هو تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مردوديتها، وهذا هضرت عليه هنا في هذا المنبر، وحضرت على أنه هناك واحد المنظور متكامل لمراجعة الحماية الاجتماعية ككل،
وأيضا مراجعة برامج الحكومة برامج الحماية الاجتماعية نحو التقائية فيما بينها. وقلنا في هذا المجال بأن هناك عمل لإحداث سجل اجتماعي موحد الذي سيصدر بقانون، وهناك إحداث سجل وطني للسكان وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وبالتالي غادي يكون عندنا واحد رقم ديال اجتماعي للأشخاص، وهذا غادي يمكننا من الاستهداف. وفي نفس الوقت كان هناك عمل لوضع سياسة حمائية اجتماعية متكاملة ومندمجة كتشفي جميع القطاعات، باش يمكن هذه البرامج، عندنا 139 برنامج باش يمكن نشوف هذه البرامج إلا كان فيها التكرار، ولا توارثناها عبر السنوات عبر العقود. وغادي نمشي إن شاء الله في هذا المجال باش غادي تعقد واحد المناظرة وطنية لتوسيع التشاور حول موضوع الحماية الاجتماعية بعد إن جاء حتى نكملوا هذه الدراسة اللي الآن موجودة. وغادي تعقد هذه المناظرة في شهر نوفمبر المقبل، يعني بعد أقل من شهر، باعتبارها ورش وطني هام بهدف اعتماد استراتيجية وطنية لسياسة اجتماعية متكاملة وموحدة، سيتم عرضها على اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكمة منظومة الحماية الاجتماعية، وهي اللجنة التي أحدثت منذ فترة فقط بمرسوم، وعقدت أول لقاء لها منذ بضعة أشهر، وهي اللي عدت المراسيم الأربعة ديال توسيع التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة والمهنيين المستقلين وغير الأجراء. وإن شاء الله غادي تبدأ المشاورات مع المهن المنظمة في القريب باش يمكن نوصلوا لهذا التعميم ديال التغطية الصحية لدى هذه الفئة اللي هما مهمين، واللي كيوصل العدد ديالهم تقريبا 4.5 مليون تقريبا، وإلى زدنا الناس اللي هما أصحاب الحقوق غادي نوصلوا حوالي 10 مليون، ثلث تقريبا، أقل قليلا من ثلث السكان، 30% من سكان المغرب. وهذا الورش غادي يكون مهم، وأشكر السيدات والسادة النواب لأنهم، وأيضا المستشارين لأنهم صادقوا على القانون في وقت سابق منذ حوالي سنة، والآن خرجت المراسم العامة لأن غادي تبدأ المشاورات، فإحنا غادي في هذا الورش بكل عزيمة إن شاء الله باش نجه. إذن السياسة الاجتماعية للحكومة كما قلت ثبت بالأرقام، ميزانيات ثبت، بعدد المناصب المحدثة بالأرقام مرة أخرى ثبت، بعدد البرامج التي تحدثت عن بعضها، أنا أعطيت غير أمثلة لبعضها غير مسبوق كنحل به إشكالات مزمنة، وإن شاء الله إحنا عندنا ثقة بأن هذه البرامج يكون تأثير ديالها على المواطنات والمواطنين، وغيتوصل النتيجة ديالها بإذن الله بالتعاون بين الجميع. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد رئيس الحكومة. نفتح الآن باب التعقيبات بإعطاء الكلمة للنائب سيد مصطفى الإبراهيمي باسم فريق العدالة والتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد رئيس، سيد رئيس الحكومة، سيدات والسادة أعضاء الحكومة، وسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين. يشرفني أن أتقدم لمناقشة هذا السؤال المطروح حول الإجراءات الاجتماعية المرتبطة بمشروع القانون 2019 قانون المالية. وكما نعرف السيد الرئيس أن هذا المشروع القانون المالية يأتي في ظروف سياسية وكذلك إكراهات اقتصادية عالمية يعرفها الجميع، وقد ركزتم كثيرا على الشق الاجتماعي في هذا المشروع القانون، وذلك لأنه المغرب كما قلتم يعرف خصاصا كبيرا في هذا المجال، وكذلك لتقليص الفوارق المجالية التي تعرف فوارقا كبيرة، والتي ما فتئ صاحب الجلالة ينبه الحكومة والمتدخلين المختلفين لكي نوليها اهتماما خاصا، وذلك في العديد من الخطاب سواء وكان آخرها
خطاب العرش وكذلك خطاب دورة الملك الشعب وخطاب افتتاح الدورة البرلمانية الحالية. السيد الرئيس، هذا المشروع يأتي بعد صدور قانون المنظم لقانون المالية سنة 2016، والذي ينص على أن القوانين المالية تأتي على شكل مشاريع وبرامج متعددة السنوات بمؤشرات يمكن تتبعها وتقييم عمل الحكومة من خلالها، وعلى أساس أيضا البرنامج الحكومي الذي بموجبه تم تنصيب حكومتكم من طرف البرلمان، كما ينص على ذلك دستور 2011. في الوقت الذي لم نجد أي إشارة للبرنامج الحكومي سواء في العرض، عرض مشروع القانون المالية بهذه القاعة على غرفتي البرلمان أو أمام لجنة المالية. أما بخصوص الإجراءات الاجتماعية الواردة بالمشروع، يمكن إبداء الملاحظة التالية. أولاً، نثمن المجهود المالي الكبير المبذول فيما يخص قطاعات التعليم والصحة والسكن والتغطية الاجتماعية. فيما يتعلق بالتعليم، سيد الرئيس، خصصتم 68 مليار ديال الدرهم مقابل 62، فهذا مجهود معتبر لتعميم برنامج التيسير وتوسيع العرض المدرسي وتعميم البدء في تعميم التعليم الأولي. ولكن سيد الرئيس، نقول لكم اليوم لازلنا نجد مدارس منذ البرنامج الذي كان يدعى البرنامج الاستعجالي إلى الآن مدارس بدون أسوار وبدون مراحل وبدون حد أدنى حتى يتمكن أطفالنا من التحصيل في ظروف تليق بالتعليم والتكوين. ونشير أيضا السيد الرئيس أن القانون الإطار الذي يجب أن لا يخرج عن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين يحتاج إلى اعتمادات قد تفوق إمكانات الدولة، لذا يجب كما هو معمول به في العديد من دول العالم إحداث حساب لدعم التعليم تساهم فيه الدولة والجماعات الترابية والفاعلين في القطاع الخاص، كما يحتاج القانون الإطار أيضا لموارد بشرية كافية ومؤهلة بالتكوين المستمر والتكوين الدائم مع ضمان التحفيزات الضرورية لتوفير العيش الكريم لهذه الموارد البشرية. نريد أن نطرح عليكم سؤال، ربما هو سؤال الساعة بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم، فيما يتعلق بالتوقيت الصيفي واستمراره. فقط نريد منكم ومن آثار الجانبية لهذا التوقيت، هل أجريتم دراسة فعلا سيد الرئيس على هذا التوقيت؟ فإن كانت لديكم دراسة زودوا بها البرلمان، وكذلك ما هي الإجراءات المواكبة سواء تعلق الأمر بالنسبة للأطفال والتلاميذ وكذلك للعاملين بالإدارات العمومية وكذلك بالقطاع الخاص. بما يتعلق بقطاع الصحة، صحيح أن هناك التغطية الصحية، ولكن نريدكم أن تزفوا للمغاربة عن تاريخ البدء في هذه التغطية الصحية، لأن هناك 10 ملايين ممن ينتظرون هذه التغطية الصحية، لأنه المراسيم صدرت وبقي مرسوم، ولهذا يعني على الأقل بالنسبة للفئات اللي هي منظمة يجب البدء ولو بالتدريج، ولكن هناك انتظارات كثيرة، فربما البعض اليأس بعد أن يدوب لدى هذه الفئات. فيما يتعلق بنظام الراميد، خصصتم 1.6 مليار درهم سيد الرئيس مقابل 1.3 مليار درهم في السنة الماضية. نحن درسنا الوثائق السنة الماضية، لم نجد أثرا لهذا 1.3 مليار درهم تاع سنة 2018، ولأنه صندوق التماسك الاجتماعي حسب القانون التنظيمي للقانون المالية لا يمكنه أن يعطي لصندوق الصيدلية المركزية، وكذلك بالنسبة للجماعات المحلية الوكالة الوطنية للضمان التأمين الصحي حتى هي ما عطاتش هذوك الفلوس اللي رام عندها، وبالتالي لم نجد أثر لهذا المليار. ولهذا يجب أن ننبه لشيء دقيق، لا يجب أن نخلط ما بين ميزانية الاستثمار في الصحة وميزانية الراميد. دابا هذا الشيء تاع البني كنقولوا هذا الشيء راه حنا كنديروه للراميد، هذه وزارة الصحة وليست وزارة الراميد،
كتبني المواطنين المغاربه كلهم، وبالتالي باش يد ملي كنبنيو واحد المستشفى نقولوا هذاك راه داخل في الرميد وكنحسبوه في الرميد. فنحن نتمن هذا الاجراء اللي زدتو في الميزانيه، ولكن نريد لو انه يكون هناك اجراء لزياده نقطه، لانه الان لحد الان كان دائما كنديروا 5% 6%، وحنا دائما في ديك 6% بالنسبه لسواء الميزانيه العامه او بالنسبه للدخل البي بي. يجب أن كل سنة نزيد نقطة حتى يمكن أن نصل إلى 7 و8 أو كما تقول المنظمة العالمية الصحة 10%. سيد الرئيس، فيما يتعلق بالنسبة للأدوية، نخصص 2 مليار من الدراهم في الوقت، لا يصرف إلا 1 مليار، ونقول لكم هذا الشيء اليوم، ماشي رحنا عندنا واحد كان ملؤوا واحد الاستمارات. المراكز الصحية اليوم ما فيهاش الأدوية ديال مرض السكري، كاينين 3 كاين فقط 1، ما فيهاش الأدوية ديال الضغط الدموي كاين 3 كاين فقط 1، ما كاينش الأدوية ديال الربو، ما كاينش الفيتامين أ، ما كاينش الفيتامين دي بالنسبة للأطفال. ولهذا نقول لكم حتى بالنسبة لتزويد المستشفيات كيطلبوا لسنوات وهما كيطلبوا الأدوية، فمثلا كيجيبوا 2015 2017 ما كيعطيوش في خلال السنوات، ومره واحده كيجيبوا واحد الكاميون كيجيبوا 2015 2016 2017. ما يمكنش حتى لهذوك المستشفيات انهم يديروا هذوك الادويه، وبالتالي كاين واحد المشكل كبير بالنسبه لهذه القضيه ديال الادويه. وبقي واحد القانون اللي هو قانون تاع التغطيه الصحيه للوالدين. سيد الرئيس، يجب ان تاخذوا اجراء مع الغرفه الثانيه التي نطالبها ان تفرج عن هذا القانون، لان مجموعه من الوالدين كيمرضوا وما كيلقاوش باش يداوم لحد الساعة. بالنسبة للموارد البشرية خصصتم 4000، هذه سنتين مشكورين على هذا المجهود، ولكن هناك خصاص كبير سيد الرئيس، رئيس الحكومة. نحتاج أكثر من 20000 طبيب اليوم. إلا بغينا نديروا 13 طبيب لكل 10000 كما ينص على ذلك المنظمة العالمية للصحة، وهذا الشيء موجود بدول الجوار، تونس والجزائر عندهم 13، ونحن لا نتوفر إلا على 20 أو 23000 فقط ديال الأطباء، وكذلك مثلهم من الممرضين. سيد الرئيس، هناك استقالات جماعية، هناك إضرابات، هناك أسابيع الغضب، هناك أجواء الآن أصبحت يعني غير صحية داخل المؤسسات الصحية، وهذا الشيء تاع الإضرابات مشى حتى القطاع الخاص، وبالتالي يجب أن تقوموا بإجراءات عملية لكي نخرج من هذا النفق المظلم داخل قطاع الصحة. علاقة بالبرنامج الحكومي، السيد رئيس الحكومة، نصيت في البرنامج الحكومي على تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية لواحد المؤسسات الصحية. اليوم هذه 4 ديال الأسابيع طبيب جاء بالتعيين ديالو من وزارة الصحة للمركز الصحي. واش معقول سيد رئيس الحكومة كانت تكلموا على الجهوية المتقدمة، مازال كاين تعيينات من وزارة الصحة، وبالتالي هذه واحد المجموعة من الأمور اللي خصنا نطرقوا لها. فيما يتعلق بالإعاقة، سيد رئيس الحكومة، يجب أن نطبق 7%. الفرق البرلمانية معارضة ومساندة لهذه الحكومة مشات لعند هاد الناس وتذاكرت معهم وقالت لهم وين اضطر البرلمان أن يقدم تعديلا في هذا القانون المالية، سيقدم التقديم لتطبيق 7%، ماشي 50 ماشي 200 منصب، ولكن 7% هي 7%. ثم الإعاقة الحادة، السيد رئيس الحكومة، واش اللي عنده التوحد ولا اللي معروف تشخيص دياله عنده زايد ديبي المونطال وما يحرك لا يديه ولا رجليه، هذا خاص ماشي مشكل، خصنا عاد نشوفوا واش عنده شي جان ولا عنده شي مشكل، هذا خاص تصرف لهم واحد الاعانه مباشره اللي خاصها تعطى لهاد الناس والعائله تاعهم اللي كيعانيوا في صمت. اما بالنسبه للتشغيل فالاستراتيجيه طموحه جدا، ولكن بالنسبه للاعتمادات المخصصه للتشغيل فهي قليله جدا. فيما يتعلق بالقدره الشرائيه، شكرا سيد نائب، شكرا. الكلمة الآن باسم فريق الأسرة والمعاصرين للسيد النائب محمد بودرار. غادي تصححني سيد النائب جهرا. لكم الكلمة سيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، السيدات السادة النواب المحترمين،
السيد رئيس الحكومة، استمعت بإمعان شديد المعطيات اللي قلته والأرقام اللي ديت بها. اسمح لي أن أقول لك بأنها تتكرر في كل لقاء مع اختلاف بسيط، واسمح لي أكثر نقول لك بأنها أرقام مغلوطة، أرقام مغلوطة. ما غاديش نقول لك أرقام كاذبة، رغم أنه واحد القطاع معين تيقول لك إلا بغيتي تكذب عندك جوج ديال لي ميطود، أما تكذب مباشرة أو لا تبقى تعطي الأرقام والإحصائيات. وأظن أنك مشيتي في هذيك النقطة الثانية، علاش السيد رئيس الحكومة معليش لكم الكلمة سيد نائب الوقت سيد رئيس لكم الكلمة سيد نائب. على كل حال، علاش أرقام مغلوطة؟ لأنه ملي تنشوفوا خطورة الأوضاع على أرض الواقع وتنشوفوا هذا الحراك كيفاش داير وتنشوفوا هذه الاحتجاجات، واقع الصحة، واقع التشغيل، واقع التعليم، أكيد غادي نقولوا هذه الأرقام مغلوطة. خطورة الأوضاع سيد رئيس الحكومة كانت دافع قوي لتدخل جلالة الملك، ونبهكم كم مرة، شحال من مرة، لما ينبهكم جلالة الملك فهي شهادة على أنكم فشلتم في التدبير سيد رئيس الحكومة، يعني ما بقى مازال ما يتقال، فشلتم في التدبير. وقال لكم عاود الله يهديكم، وقال لكم بأن هناك مصالح شخصية ومصالح سياسية تبعدكم عن التدبير السليم إن خرطتم فيها أنتم وشركاؤكم في التدبير الحكومي، ولكن الأذن الصاغية هي اللي تتجاوب بها. احنا في فريق الأصالة والمعاصرة اش تنقولوا؟ تيبان لينا الضبابية في التدبير، تيبان لينا فشل حقيقي وذريع في التنمية المنشودة، سواء على الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي، تيبينها أكثر عدم الالتزام بالوعود الانتخابية وبالبرنامج الحكومي. وقولوا هذه ما كايناش، غتقولوا لنا البام تيدير السياسة، ياك سأحيلكم على تقارير المؤسسات الدستورية اللي عندكم أعضاء فيها واللي راه ما تيمارسوا السياسة، آخرها المجلس الأعلى للحسابات، كذلك قبل منه المجلس الاقتصادي وبنك المغرب والكثير من المؤسسات الوطنية اللي عطى تقييم حقيقي للتدبير ديال الحكومة. كاين شويه ديال التشويش السيد الرئيس، ولكن معليش 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 اودي الافكار ما غادي يمشيو غير 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 راه ما تشوشوا السيدات والساده. معليش 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 لان تلتمس منكم احترام المتدخلين. لا راه تفضل سيد نائب، تفضل. هذيك خطه مدروسه هي اللي جاء اليها تفضل سيد الأحباب. نائب على كل حال، هاد المؤسسات اشنو قالوا؟ قال لك سيدي نزيف حاد للماليه العموميه، عدد كبير من البرامج لا تنفذ، واللي تيتنفذ فيها ينفذ بشكل سيء جدا. معليش 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 ارخليهم. اختلالات خطيرة في التدبير، احصائيات رقمية في مختلف القطاعات مخيفة جدا ومخجلة. لكن اخطر شي حاجة، اخطر ما سمعت انا عند هذه المؤسسات صراحة، هو داك الشيء اللي سمعت عند المجلس الأعلى للحسابات من تيقول لكم ما كايناش الشفافيه وكاين التمويه في البيانات الماليه للحكومه عبر وزاره الماليه. هذا اتهام، عرفتي شنو؟ الا كانت الحكومه تتحترم راسها تحط الاستقاله ديالها ويتبعها محاكمه، لان هذا اتهام كبير. هذا سميت واحد النوع ديال الغش وواحد التزوير ديال المعطيات. حنا نتكلموا على الماليه العموميه، هذا اخطر تصريح سمعته انا عند مؤسسه دستورية تراقب وتقيم التدبير الحكومي. ما بغيتوش المؤسسات الوطنية، نمشيو للمؤسسات الدولية ونشوفوا الإحصائيات اش تيقولوا.
مؤشر التنمية يا كاسي شرورو، مؤشر التنمية المغرب في أسفل اللائحة. تصور معايا دول عندها حروب حسن منا في الترتيب، دول مستعمرة يعني تحت وطأة الاستعمار حسن منا في الترتيب، يعني شي حاجة مخجلة بزاف، تتبين التدبير الحقيقي ديال هذه الحكومة. إلا كنا نتكلموا على الأرقام في الصحة والتشغيل والتعليم، فأنا ما بغيش بزاف نتكلم في الأرقام، ولكن يكفي أننا نمشي للصحة ونقولوا بأن هناك خصص كبير في الموارد البشرية، وبأن الولوج للخدمات الصحية في الحضيض مقابل 7000 عاطل ديال الأطباء، يعني ما كانش عندهم الشغل. بالنسبة للتشغيل وصلنا ل 16%، بالنسبة للتعليم وصمة عار على هذه الحكومة والحكومة السابقة واللي عندها تأثير على جميع القطاعات، 250,000 تلميذ يغادرون كل سنة. المشكل الأساسي اللي بغيت نوصل ليه السيد رئيس الحكومة ماشي في الأرقام اللي تقول كل مرة تندخلها في القطاعات، المشكل تدبير، مشكل حكامة، مشكل في انعدام الرؤية، مشكل في ما كاينش إبداع في إيجاد الحلول ومواجهة المشاكل والأزمات. هل التي يخصكم التعامل ديالكم مع الحراك الشعبي صفر، تهيجون الشارع وكأنكم تقتاتون من الحراك منين يكون، تعجبكم أنه الشارع ينوض، ربما ستستمدون البقاء ديالكم في التدبير من الحركة سيكون. هذا الاستنتاج اللي تقبل لي. شكرا للسيد النائب، شكرا. الكلمة الآن باسم فريق التجمع الدستوري للنائب سيد العباس اللومغاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شوية الإنساد سيد رئيس الحكومة المحترم. تفضل سيد نائب. سيدات الوزيرات المحترمات، السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، سيد رئيس الحكومة المحترم، كيتبين من خلال التدخل ديالكم أنه الحكومة اليوم رفعت من حجم الاعتمادات الموجهة للقطاعات الاجتماعية رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة. اليوم المسؤولية ملقاة، مسؤولية التاريخ ملقاة على كل الأطراف والفئات أغلبية ومعارضة، لكن رغم المجهودات المبذولة من أجل تأهيل القطاعات الاجتماعية لم نتمكن إلى يومنا هذا من تغطية العجز الذي تعرفه الخدمات الاجتماعية. لهذا نطلب وضع استراتيجية جديدة لقطاع الصحة، لأن في التدخل ديالي غادي نركز على بعض القطاعات التي تعرف بعض الاختلالات والتي تتسبب في أغلب الأحيان من بعض يعني الانتقادات المشروعة داخل فئات واسعة من المجتمع، وهذا لا يعني أن نبدي رأينا في هذه الاختلالات. كما قلت يجب أن نضع استراتيجية جديدة لقطاع الصحة ترتكز على تحسين الولوج للخدمات الصحية وتعزيز صحة الأم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير آليات الوقاية والسيطرة على الأمراض وتحسين الحكمة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتدارك العجز الكبير الذي تعرفه بنيات الاستقبال والمستعجلات. فنظام المساعدة الطبية رميد الذي اعتزلت الملك انطلاقته في مارس 2012 سجل أكثر من 6 ملايين مستفيد، وسينضاف عليه في السنة المقبلة أكثر من 5 ملايين أخرى بعد المصادقة على قانون التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة
وكذلك توسيع التغطية الصحية لتشمل الطلبة وأمهات وآباء المؤمنين في إطار نظام التغطية الصحية الإجبارية بالقطاع العام، وإذ نتمين ونستحسن هذه الخطوات لتوفير سبل الولوج العادل للخدمات الصحية للفئات الهشة والضعيفة، تزيد هذه الأعداد الهائلة تخوفنا من عدم قدرة قطاع الصحة حالياً على استقبال وافدين جدد لا قبل للبنيات والمؤسسات الصحية على استيعابها، وستزيد من عوامل تدني المؤشرات في سلم التنمية البشرية. وفي ظل الخصاص الكبير في الأطر الطبية والشبه الطبية والإدارية وسوء التدبير، نحييكم السيد رئيس الحكومة على تخصيص 4000 منصب شغل في قطاع الصحة، ونتمنى أن يساهم هذا العدد في تخفيف العبء الملقى على عاتق الأطر العاملة حالياً بالقطاع، والتي أصبحت تهدد مراراً بالاستقالة احتجازاً على تردي الأوضاع داخل المستشفيات. وإذ نتمين كذلك الدور المحوري الذي يلعبه صندوق التماسك الاجتماعي الذي تم إحداثه برسم قانون المالية لسنة 2012 فيما يخص تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر. نطلب كذلك السيد رئيس الحكومة توسيع الفئات المستفيدة من هذا الصندوق كيتامى الأمهات والأبوين على غرار يتامى الآباء، وكذلك تخصيص حصة جزافية للأرامل بدون الأبناء، كما تم إدراج وزارة التدخل ديالكم فئة جديدة للمستفيدين من صندوق التكافل العائلي. ولا يفوتني كذلك أن ننوه بالدعم الكبير الذي توفرونه لقطاع التعليم، وذلك بتقليص الخصاص الذي يعرفه القطاع في الأطر التربوية منذ 3 سنوات، حيث سيبلغ عدد المناصب أكثر من 50,000 منصب شغل، بينما سيد رئيس الحكومة لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تدل على أن النظام التعليمي بدأ يسترد عافيته ويسير في الاتجاه الصحيح، ناهيك عن أن المعارف ومتطلبات العصر تزداد تطورا وتعقيدا مما يصعب مهمة اللحاق بالركب ويضع المزيد من التبعات على المسؤولين لأجل البدء في رؤية واضحة المعالم لمواجهة حالة التردي التي تضع سببنا أمام المستقبل المجهول. إذا نطلب منكم السيد رئيس الحكومة اتخاذ بعض التدابير المستعجلة كتعميم المنحة الدراسية على كل متدربي مؤسسات التكوين المهني، 60,000 اللي تكلمتي عليها غير كافية وسيبقى دائما الخصاص. وهنا سأقف وقفة تأمل وأقول سيد رئيس الحكومة الحمد لله على التدخل تاع صاحب الجلالة. شكرا سيد النائب. باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الكلمة لسيد النائب محمد الحفظ. شكرا السيد الرئيس. السيد رئيس الحكومة، السيد رئيس الحكومة، علينا أن نعترف بأن مؤشرات الأزمة الاجتماعية التي تعرفها البلاد والتي لا تزداد إلا اتساعا هي نتيجة نموذج تنموي فاشلة في إنتاج الثروة وتوزيع النمو الاقتصادي على جميع الشرائح والفئات الاجتماعية بما يضمن التوزيع العادل للثروة، لتتعمق ذلك مظاهر الفقر واليأس والإحباط والإقصاء والتهميش، وتزدهر أحلام الهجرة بحثاً عن غد أفضل. وأمام عجز الحكومة
في إعادة النظر في هذا النموذج التنموي. دعا جلالة الملك في خطاب العرش إلى إعادة النظر في هيكلة البرامج الاجتماعية بشكل شامل أمام فشل السياسات العمومية في الاستجابة لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم واعتمادها على إجراءات ترقيعية وحلول مرحلية كرد فعل على عوض تطبيق برنامج اجتماعي واضح المعالم. وتأتي هذه المبادرة الملكية من أجل إعطاء البعد الاجتماعي للسياسات العمومية مدلولها الحقيقي لتشكل بذلك مدخلا لإصلاح وضع قدرات المغاربة في مختلف المجالات بعدما وصلت الوضعية الاجتماعية إلى درجة خطيرة من الاحتقان تتمثل أساسا في ارتفاع معدلات البطالة بشكل لم يسبق له مثيل ليتجاوز عتبة 10%، ويشمل مختلف الفئات الشابة بما فيهم خريجو الجامعات والمعاهد العليا. في الوقت الذي جاء مشروع القانون المالي لسنة 2019 ب40,000 منصب مالي، 15,000 منها مخصصة للتعليم في إطار التعاقد، و4,000 لقطاع الصحة، والباقي موزع على القطاعات الحكومية الأخرى بما فيها الأساس الأمن والدفاع. وما من حصار مجال الشغل لجأ الشباب إلى الهجرة السرية التي أخذت طابعا علنيا خلال الآونة الأخيرة بحثا عن مقومات العيش الكريم رغم المخاطر التي يتعرضون لها. تدني القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشهم أمام ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل أصبح معه يهدد الأمن الغذائي للمغاربة بعدما أصبحوا عاجزين عن مواجهة متطلبات حياتهم اليومية، لتشكل آلية المقاطعة الشعبية لبعض المواد الاستهلاكية تعبيرا حقيقيا عن عمق الأزمة الاجتماعية بوتيرة متسارعة. تزايد مظاهر الآفات الاجتماعية المتمثلة أساسا في الانتحار والتسول التي لا تزداد إلا انتشارا داخل المجتمع المغربي. غياب إرادة سياسية حقيقية لمؤسسة الحوار الاجتماعي الكفيل بتعزيز السلم الاجتماعي وتمكين الهيئات النقابية من ممارسة دورها بتقديم أجوبة عن المطالب المشروعة المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعيشية. تدني الخدمات الصحية بشكل أصبح معه المغاربة محرومين من حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج أمام الاختلالات التي يعرفها نظام الراميد الذي يؤمن أكثر من 12 مليون مواطن، وأؤكد على 12 مليون مواطن السيد الرئيس. ولا يختلف الوضع بالنسبة لقطاع التعليم، لذلك أنه رغم مئات المليارات التي صرفت لإصلاحه فإن المجلس الأعلى للتربية والتكوين أقر بأن هذا القطاع وصل إلى حافة الإفلاس. وغياب العدالة الاجتماعية في مجال التربية وتكافؤ الفرص التعليمية، وكذلك الشأن بالنسبة للسكن الذي يعاني أزمة خانقة أمام فشل برنامج مدن بدون صفيح في تحقيق الأهداف المتوخاه منه بما يضمن للمغاربة حقهم الدستوري في السكن اللائق. وتزداد الوضعية الاجتماعية تدهورا مع اتساع رقعة الفوارق الاجتماعية والمجالية وغياب البرامج الحكومية الحقيقية لبناء مجتمع متضامن تسوده المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. في ظل هذه الوضعية السيد الرئيس الاجتماعية المتأزمة تبقى الأورة الاجتماعية المعلنة عنها مجرد ذر الرماد في عيون المواطن الذي اكتوى بنار هذه السياسة الحكومية اللا شعبية، الأمر الذي يطرح السؤال مدى فعالية ونجاعة هذه البرامج والإجراءات والأوراس الاجتماعية التي تكلمت عنها السيد الرئيس الحكومة ليس فقط على مستوى المضامين والتوجهات والاختيارات واستهداف الفئات المعنية، ولكن أيضا من حيث التنزيل الفعلي لهذه البرامج على أرض الواقع بما فيها الأولويات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018. شكرا سيد نائب، شكرا. باسم الفريق الحركي الكلمة الآن لسيد النائب محمد وزين. سيد الكلمة للسيد النائب سعيد تدلوي. هناك تغيير لم يعلن عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء، أخواتي إخواني النواب المحترمين، ما غاديش نختلفوا السيد رئيس الحكومة على أن مناقشة القطاعات الاجتماعية هي صلب انتظارات المغاربة أجمعين، وهي الصحة، التعليم وقطاع الشغل. ما غاديش نطول في قطاع الصحة، غادي نحيلكم غير على أقسام المستعجلات على مختلف مناطق المملكة، ونخليكم تمشيوا بالليل وتشوفوا ديك الصورة، الداخل مفقود والخارج مولود. بلا ما نتكلم على ميزانية 2018، 4000 منصب شغل، أنا بغيت غير نعرفها فين كاينة وفين مشات، واش كاينة، واش هاد الناس اشتغلوا في إطار الميزانية اللي كانت. هذا هو اللي كنعملوا مع كامل الأسف في القوانين المالية، ما كنحاسبوش القانون المالي اللي صوتنا عليه واش تنفذ ولا ما تنفذ شيء. 4000 منصب شغل في ميزانية 2018 بغينا نعرفوها فين هي. قطاع التعليم، قطاع التعليم بغينا نعرفوا واحد المسألة. اليوم نهار الحد تفاجئنا، الساعة تبدلت وما تبدلتش، كاين تليفونات اللي بدلوها وتليفونات اللي ما بدلوها شاي، وبدينا كنمشيو ل 172 باش نتأكدوا بأن الساعة الحقيقية هنا هي فيهم، واش الأولى ولا الثانية. بالله عليك السيد رئيس الحكومة، اليوم طلبنا غنطلبوا من الأطفال يمشيو مع التسعود ويخرجوا مع الوحدة ويرجعوا مع الجوج، والساعة كافيهم باش يمشيو ويجيو ويتغداو؟ هذا سؤال كنطرحوه. واش هذا النظام بغينا نزولوه وهي إن نظام على الأقل تكلمتوا على المجهود في المطاعم؟ أنا معكم وكان أيدكم، ولكن حتى نديروا هذا النظام على مستوى الوطني، يكونوا جميع المؤسسات العمومية فيها مطاعم وموفرة، باش الإنسان ذاك الموظف ما يكونش عقله تالف مع الوحدة تيفكر في ولده اللي في الزنقة. تكلمتوا على قطاع التشغيل والمناصب التشغيل، صحيح تشجيع التشغيل راه راهين بواحد العدد ديال القطاعات، منها المستثمر خصنا نشجعوه، ولا بغينا نشجعوه راه لا يعقل يجي رجل باغي يستثمر ويشري عقار في اللي غادي يبني فيه مصنع ديال 1000 متر ولا 2000 متر يشري حتى 5 مليون ديال الدرهم، هذا ماشي استثمار، ما يمكنش. كيشري ب 3000 و 4000 و 5000 درهم المتر مربع، راه ما يمكنش، هذا ماشي استثمار. لا بغينا نشجعوا الاستثمار، خصنا نسهلوا ملكية العقار للمستثمرين، ولكن بشروط، بشروط مش ما يدخلوش مضاربين، يكون دفتر التحملات يجيب لي المشروع ديالو في شحال ديال الوقت غادي ينزلجو، شحال ديال العمال غادي يشغل، ويعطيني ضمانه بنكيه ان كوسيو بنكير باش ينفذ في تاريخ واجل محدد. انا معكم باش تشجعوهم في هذا الاطار السيد رئيس الحكومه. التشغيل كذلك رهين، كاينه مشاكل اللي المغاربه كينتظروا الان الجواب عليها، وخصنا بكل صراحه نهضروا مع المغاربه بصراحه، لانه الا بدينا كنزوقوا غادي يقول لك كنضحكوا عليهم. اليوم كاين المغرب مقبل الان كاين اضراب ديال الشاحنات، حاله الشاحنات مشلوله، كاين عكس هادشي على الخضر، كاين عكس على الاسواق، كاين عكس على واحد العدد ديال الامور. كاين بلاغ صحفي صدرنا على وزاره النقل اللي هو خلق هاد الدجه، ما عنده لا تاريخ لا راس لا اساس في واحد الخاتم ديال الوزاره، ما عرفناه صحيح ولا لا، وباقي الان ما تكذبش. كاين بلاغ، كاين بلاغ ديال واحد العدد ديال النقابات والمهنيون تيطالبوا بلقاء مع رئيس الحكومه باش يتفتكوا هذه المشاكل. ناهيك السيد الرئيس، كاين قطاعات سيارات الاجره تا هما ابتداء من غدا كينضموا وقاطع غلاء المحروقات. شكرا للسيد النائب، شكرا. باسم الفريق الاشتراكي الكريم الان للسيد النائب محمد ملال.
شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة النواب المحترمين. أود في البداية السيد الرئيس أن أتمنى باسم الفريق الاشتراكي المبادرة الملكية التي دعا من خلالها جلالة الملك إلى إيلاء أهمية كبرى للقطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية. ونثمن كذلك السيد الرئيس الإجراءات والتدابير التي جاءت بها الحكومة من خلال مشروع القانون المالية لسنة 2019، خاصة الجوانب المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية موضوع سؤالنا. وأريد كذلك السيد الرئيس أن أعبر عن قلقنا إزاء ما تعيشه هذه القطاعات من تراجع وضعف في الحكامة وصعوبة ولوج بالنسبة للمواطنين. ولا أدل على ذلك السيد الرئيس ما جاء به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير من خلاصات، والتي توضح بجلاء الوضعية المقلقة والإكراهات التي يواجهها خاصة قطاعي التعليم والصحة والسكن الموجه للفئات الاجتماعية. تقرير بالطبع يصف ويتعرض للفترة السابقة، مما يستدعي تدخلا عاجلا وقويا من طرف الحكومة، خاصة فيما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة، لتقويم هذه الاختلالات واستدراك الخصاصات المسجلة. وأريد السيد رئيس الحكومة أن أعرض عليكم بعض الأمور التي يعيشها قطاع، وبعض الاختلالات التي يعيشها قطاع الصحة، خاصة فيما يتعلق بضعف الموارد البشرية وضعف كذلك المناصب المالية المخصصة لهذا القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2019، وكذلك واحدة الوضعية اللي هي وضعية شادة، ولا هي تمركز الأطر الطبية في محوري الدار البيضاء والرباط، وكذلك الاستقالات المتكررة والتي تعبر عن الوضعية التي تعيشها أطر الطبية في بلادنا، وكذلك تعثر إنجاز مجموعة من المؤسسات الاستشفائية. وأعطيكم نموذجا السيد رئيس الحكومة بتعثر إنجاز توسيع المستشفى الإقليمي بالصويرة، وكذلك المستشفى المحلي لتمنار الذي ابتدأت به الأشغال سنة 2014 إلى اليوم لم تنتهي، يعني 4 سنوات وهذه الأشغال لا زالت مستمرة. كذلك السيد رئيس الحكومة الحالة المزرية التي توجد عليها المؤسسات الاستشفائية في عدة مناطق من المملكة، خاصة المراكز الصحية السيد رئيس الحكومة التي هي يعني بناية فارغة، لا ما فيها لا أطر طبية ولا تجهيزات ولا كذلك أدوية. كذلك غياب تجهيزات طبية، وكثيرا ما يشتكي المواطنات والمواطنين عبر تراب المملكة من واحد الداء، ألا وهو دائما سكانير ما خدامش. هذه مسألة اللي أتمنى أن القطاع الوصي أن يجيب عنها. كذلك غياب الأدوية خاصة الموجهة للأمراض المزمنة، خاصة السكري وأمراض القلب والشرايين. كذلك السيد رئيس الحكومة الاستفادة من بطاقة الرميد أصبحت مستحيلة، خاصة وأن حامل هذه البطاقة قليل ما يستفيد من الخدمات الصحية. كذلك قطاع التعليم يعرف بعض الإشكاليات، وأذكر منها تأهيل يعني الواجب فعله وتأهيل هذه المؤسسات التعليمية، خاصة في المجال القروي التي تعيش مجموعة من الإكراهات، وكذلك توفير المرافق الضرورية بهذه المؤسسات، وكذلك وضعية كذلك اجتماعية تعيشها الفتيات. شكرا للسيد النائب، شكرا. باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية الكلمة للسيدة النائبة توريا سقلي. شكرا سيد رئيس. سيد رئيس الحكومة المحترم، موضوع الأوراش الاجتماعية يكتسي أهمية واستعجالية كبيرة بالنظر للسياق العام الذي يحضر فيه مشروع قانون المالية، والذي يتميز بتزايد الحركات
الاحتجاجية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الكرامة والعدالة. لقد ندينا في حزب التقدم والاشتراكية بنفس ديمقراطي جديد لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات ومراجعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل جريء وحاسم. سيد رئيس الحكومة، لقد انصتنا لعرضكم بإمعان ونحيي ما جاءت به الحكومة من إجراءات ذات طابع اجتماعي في مشروع قانون المالية والتي مست منظومة التربية والتكوين والصحة والتغطية الاجتماعية، ونتمنى أن يكون لها آثر ملموس على مستوى العيش المواطنين والمواطنات ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية. إلا أن ذلك لا يعفينا في المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية من تعبير عن رغبتنا في المزيد وتقديم بعض الاقتراحات نعتبرها أساسية لتحقيق نوع من الانفراج الاجتماعي وإعادة الثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. فالتدابير المعلن عنها جاءت بصفة مجزأة وخاضعة لمنطق السائد لحد الآن، مفاده أن النفقات الاجتماعية ينظر إليها كنفقات غير منتجة، في حين كان من الأجدى أن تكون هذه التدابير كعناصر بناء النموذج التنموي الجديد الذي دعانا إليه صاحب الجلالة. ومن هذا المنطلق نعبر عن تخوفنا أن تتم هذه النفقات على حساب الطبقة المتوسطة التي لم تعط لها العناية اللازمة، وبالنظر إلى ارتفاع أسعار البترول على الصعيد العالمي والذي سينعكس سلباً على المستهلكين والمقاولات والتشغيل، نتساءل هل ما زلتم ملتزمين بتسقيف هامش الربح في المحروقات؟ كما نعبر عن خيبتنا تجاه التدابير التي تهم توفير فرص الشغل التي لا تعكس حجم انتظارات مئات الآلاف من الشباب العاطل. ومهما كانت الإجراءات المعلن عنها فهي في حاجة للتعبير عنها بشكل قوي وحملها سياسيا عبر خطاب تعبوي يرد الاعتبار للفعل السياسي ويعيد الثقة المواطنات والمواطنين في إطار حوار اجتماعي ومجتمعي بناء. وعلى هذا الأساس ستجدوننا بجانب. شكرا للسيدة النائبة. الكلمة للسيد النائب عمر بلافريج. سيد رئيس، سيد رئيس الحكومة، سلام للجميع، تحية للجميع. سيد رئيس الحكومة، مرة كتكون عندنا جوج دقائق باش نتكلم معكم. كنظن بأن أهم حاجة اليوم اللي محتاجين لها في المغرب هي كيفاش نخدموا على استرجاع الثقة. عندنا أزمة ثقة حقيقية، سمعتكم مرارا كتكلموا على أزمة الثقة. فبالنسبة لي أزمة الثقة جزء منها ولا جزء كبير منها راجع هنقولوا تناقض بين الخطاب والممارسة عن الفاعل السياسي والمسؤول السياسي. وتسمحوا لي السيد رئيس الحكومة، مي كنسمع أنا في خطابكم قبل ما تكلمتي وقلتي بأن كتعطيو أنتم أولوية للتعليم، التعليم هو الأولوية في هذا المشروع قانون المالية وسياسكم. هذا غير صحيح بجوج الأمثلة في هذا شحال قالت لي دقيقة. أولا مناصب الشغل، خطأ بأن يتخلقوا 15,000 منصب شغل هذه السنة، يتخلقوا 15,000 ولكن يتحلوا على التقاعد 13,000، دونك 2000 اللي يتخلقوا 2000 منصب شغل في الوقت اللي احنا عارفين بالأرقام بأن الخصائص اللي بغينا نوصل لمستوى تونس خصنا 70,000 أستاذ في المغرب، ما
قاديش نخلقوا 70,000، ولكن بغينا نوصلوا لتونس 70,000. هذا المثال الاول. المثال الثاني المدارس الجماعيه، باعتراف المجلس الاعلى للتربيه خاص الخصاص 1000 مدرسه جماعيه في المغرب. 1000 عرفتي شحال كيتخلقوا؟ شحال خلقتوا حكومتكم؟ شحال خلقات هذا العام؟ شحال بنات؟ 10. وما يمكنناش نقولوا بان اولويه للتعليم، بان عارفين بان هذا الخصاص وما، ولكن كنحترم ان يكون راي اخر، ولكن ما تجيوش عافاكم السيد رئيس الحكومه تقول لنا بان الاولويه للتعليم، حيت هذا كيزيد يكرس هذاك نقولوا الازمه الثقه بين المواطن والمؤسسه، ما بقاش قاعد يتبع الخطاب ديال الفاعل السياسي، وحنا في حاجه الى استرجاع الثقه. شكرا السيد رئيس الحكومه. شكرا للسيد النائب. شكرا للسيدات والساده النواب على تعقيباتهم. الكلمه الان للسيد رئيس الحكومه للرد على التعقيبات فيما تبقى من الوقت. لكم الكلمه السيد رئيس الحكومه. كل شيء غادي يمشي، كل شيء غادي يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لجميع الساده النواب الذين عقبوا والذين تحدثوا والذين انتقدوا. بالمناسبة احنا ما عندناش مشكل مع النقد، ولكن تاني راه دائما كنقولها بعض الألفاظ النفق المظلم بزاف بزاف، هذه مبالغة كبيرة. وأنا البارح تلقيت مع عدد من الأطباء، شي 70 ولا 80 طبيب، 90 كل معنا كاتب العام ديال وزارة الصحة، وذكرنا في الموضوع والمواضيع اللي كتمهم كاين اشكالات. صحيح المنظومه الصحيه تبنى من قبل الجميع، ما كاينش طرف واحد اللي كيتحمل بوحدو المسؤوليه ديال الوضعيه المنظومه الصحيه اليوم. نقولوا كاين اشكالات، كاين مشاكل. نفق المظلم هذا فيه مبالغه، وحنا كنتصنتوا لجميع المطالب وكنحاولوا ما امكن نلبيو الامور الممكنه في الحدود الممكنه. ولكن دابا هذه ملاحظة عامة، لكن الملاحظة الثانية المهمة اللي بغيت نقول، حنا كنعتبروا الخطب الملكية والتوجيهات الملكية دعم للحكومة. حنا فاش جا خطاب العرش تلاقينا أعضاء الحكومة فرحنا، علاش؟ لأن جميع آلية البلوكاج اللي كاينة في بعض البرامج استطعنا نتجاوزوها، وهو دعم معنوي، دعم قوي للحكومة باش تسير في الدرس. وأنا نقول لكم ما تقلبوش على شي تناقض بين رئيس الحكومة وجلالة الملك. جلالة الملك هو رئيس الدولة على رأسنا وعيننا وفوق رأسنا، والتعليمات ديالو نديروا جهدنا باش نطبقوها ونلتزموا بها، ولا يمكن لرئيس الحكومة إلا أن يكون منسجما مع تعليمات والتوجيهات ديال جلالة الملك. وإلا بغى شي إلا بغيتو شي رئيس حكومة من جهة أخرى قلبوا عليه في شي أخرى، ما كاينش. والمغرب ما غادي يكونش، كيسير بشي طريقة أخرى أو بشي منطق آخر، لا يمكن أن يكون. ولكن أهم شيء، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهو المهمة جدا، النقطة الثالثة وهي المهمة جدا، أنا جبت معايا البرنامج الحكومي وهزوا معايا، اللي هو توافق بين الأحزاب الحكومية، باش نقول لكم الأمور عديدة في هذا البرنامج التنسيق الاجتماعي اللي تم التنفيذ ديالها فعلا. قلنا تعزيز نظام الدعم التيسير ورفع الغلاف المالي المرصد له من أجل ضمان التمدرس لوسيع الدوائر الجغرافية والأسلاك المدرسية المستفيدة. 2019 غادي يبدا التنفيذ ديالو. قلنا إلى عناية خاصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وضعية خاصة، يمكن نعطيكم تقرير كامل. الحمد لله اليوم هناك دعم كبير في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، وتوسع هذا الدعم ولا قوي للأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ظروف تمدرسهم بالآلاف، وأيضا إحداث مراكز الاستقبال والتوجيه خاصة بهم. 65 مركز على صعيد 60 إقليم يستفيدوا من خدمات حوالي 44 ألف شخص في وضعية إعاقة. وهذا الشيء راه دار غير فهاد كان شوية، ولكن التوسيع كان فهاد 3 سنوات 4 سنوات الأخيرة. واليوم التمدرس ديال الأطفال وديال التلاميذ في وضعية إعاقة اليوم غيتقوى، وغيتقوى اكثر عبر واحد الاليات محدده وزاره التعليم منخرطه فيها، وايضا الوزارات الاخرى منخرطه فيها. وشفنا اليوم لاول مره فوج ديال ذوي الاعاقه دوزوا البكالوريا
وانا زرتهم انا السيد الوزير في الاقسام ديالهم عن طريق جميع اليات الدعم الضروريه هذا وغادي نسعه بطبيعه الحال. التسريع باخراج القانون الاطار لاصلاح منظومه التربيه والتكوين البحث العلمي حنا رجبناه لكم، هذه هي المسؤوليه ديالنا، دابا المسؤوليه ديالكم. ايضا البدء في تمكين المتدربين في التكوين المهني، ها هو مكتوب، بمنحه دراسيه بنفس الشروط واليات المنحه الجامعيه، وفينا به في الشهور الاولى، في الشهور الاولى. دابا غادي نبداو نسعوا تدريجيا، بداناه. اذا نحن الرفع من المصاريف هذه في قطاع الصحه، تحسين وتعميم الخدمات الصحيه في التغطيه الصحيه الشامله، حنا بدينا فيه الرفع من المناصب الماليه المخصصه للقطاع، رفعنا منها 4000 4000، تقولوا لي ما كافيش، انا معكم، ولكن درنا جهد رفعنا منها بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب، وهذا شيء مهم. كانت 1500 1700 قل قليلا، هذا الشيء اللي كان قبل 2017 كانت 1700 2018 كانت 4000 ودابا 4000. الرفع من عدد طلبة مهن الصحة، دابا هذا الشيء غادي يتناقش حتى هو. تحسين شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي، وذلك عن طريق تبسيط المساطر، مراجعة التيسير وإجراءات وشروط الاستفادة بغية الرفع من عدد المستفيدات فعليا من هذا الدعم، وتوسيع المستفيدين من التكافل الاجتماعي. الحمد لله درنا صدرنا مشروع القانون وسعنا وبسطنا. طيب تفعيل حصة 7% من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، احنا خدامين فيه لأول مرة غادي نديرو المباراة الخاصة، احنا غادي كنوفيو بهذا الشيء شيئا فشيئا وهكذا. إذن باش نقول بأن احنا من خارطين في إطار البرنامج الحكومي نفسه، الأغلبية كلها، هذا ماشي حزب معين دون حزب، وزارة دون وزارة، لأن أغلب هذه الإجراءات في 3 4 5 القطاعات مدرجة فيه، أما هذا ديال 7% مدرجة فيه جميع القطاعات. فلذلك احنا غادي كانوا في صحيح احنا ما نكرهوش نسرعوا نديروا هذا الشيء بسرعة في السنة الأولى، ولكن هذه الأمور تأتي، هذا البرنامج ديال 5 سنوات، وحنا كنخدموا إن شاء الله باش نوفيو بجميع أو أغلب ما ورد في هذا البرنامج. هذه نقطة إذا مهمة، لكن أنا اللي واحد القضية ما فهمتهاش أثناء الحديث على هذه الخطة، التناقض بين الحكومة والتعليمات ديال جلالة الملك، كتقولوا بأنه مصالح شخصية، مصالح سياسية هي اللي كتخلي بعض الوزراء كيبتعدوا عن الأهداف، فشل ذريع في التنمية الاقتصادية، وقلتوا البام نقولوا كيدير السياسة، وخطة مدروسة لمواجهة، أنا ما فهمتش هاد الإشارات كلها، لأن أنا مع الأسف الشديد أنا اللي كنلاحظ بأن الناس ديالكم في الرباط هو اللي كيدير السياسة غير الديمقراطية. لنتصور أن واحد الفريق ناض واحتل منصب ديال الرئيس ومنع التصويت على قانون المالية، أش غادي نقولوا؟ غادي نقولوا هذا غير ديمقراطي، ماشي الديمقراطية هذا. اسمح لي هناك جماعة كبيرة هي العاصمة، نطوا احتلتوا المنصة، هذو الناس ديالكم، ماشي ضروري أنتم كلكم موافقين، أنا متفق بأن ماشي كلكم موافقين، ولكن سياسيا مع الأسف كتحملوا المسؤولية. هذا سيجرنا إلى المجهول، احنا عندنا عدد من الجماعات احنا في المعارضة كحزب، واش نمشيو حزب آخر فلاني أو فلاني واش يمشي يحتل إلا كان في المعارضة؟ هذا أمور خصنا نوقفوها. النقاش السياسي مهما يكون حادا مرحبا به، فلذلك أنا الملاحظة ديالكم أنا مرحب بها، إذا كانت في هذا كنقاش سياسي وكانتقاد أنا مرحبا بالانتقاد، ولكن يجب أن نحمي جميعا ديمقراطيتنا اللي هي فعلا ناشئة، كلنا نحميوها عن طريق حماية المؤسسات وسير المؤسسات واحترام رؤساء هذه المؤسسات، الاحترام واحترام المساطير والقوانين اللي كتشتغل بها المؤسسات. لا ديمقراطية بدون قانون. طيب غادي نجي لهذه القضية ديال قانون التصفية. أنا الأخ اللي هضر عليه أنا بغي نقول ليه بأن مع الأسف الشديد قلت واش هذا الشيء كيتطبق ولا ما كيتطبقش، انتم كتعرفوا بان كاين قوانين التصفيه، والحمد لله هذه الحكومه السابقه قلصت الاجال ديال عرض قوانين التصفيه. انا فاش كنت بلاصتكم كنت نائب برلماني كنا كنشوفوا قدامنا 10 سنين 12 عام كيجي واحد قانون التصفيه ديال ما بعد 10 سنوات، دابا الان قلصنا هذا الاجل بشكل كبير جدا، ولات قوانين التصفيه كتجي في سنتين الان،
وأريد أن أشير إلى أن مادام كترجعوا للتقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات إلى أن عرض الرئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان في أكتوبر 2018 الأخير شنو قال؟ قال وإذ يسجل المجلس الأعلى للحسابات بهذا الشأن التحسن الملموس في أجال موافاته بمشروع قانون التصفية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية فإننا نأمل أن يتبع أو يتبع التقرير وكذا الوثائق المرفقة أن يتبعه نقاش عميق ومثمر مع الحكومة حول مختلف الإشكاليات التي تعرفها المالية العمومية واستخلاص الحلول الممكنة لتجاوزها داخل أجال معقولة. إذن الحكومة كتوفي باش تجيب قوانين التصفية، وبطبيعة الحال هي ملتزمة أيضا بالاستماع إلى ملاحظات السيدات والسادة البرلمانيين وأيضا ملاحظات مجلس الأعلى الحسابات التي هي آراء وملاحظات يجب أن نناقشها ونعرضها للتدقيق. هذا بالنسبة لقانون التصفية. بالنسبة لدعم ذوي الإعاقة الشديدة وهي من النقاط التي طرحت نحن في البرنامج ديالنا اللي عرضناه على الوزارة على اللجنة الوزارية للحماية الاجتماعية في هذه القضية 2019 غادي يكون ديال إتمام الدراسة، يعني خصنا ندرسوا شحال من واحد كان غادي تكون مستهدفين كيفاش غادي يدار هذا الدعم، ولكن احنا معولين إن شاء الله باش نديروا هذا الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، والمرسوم تقريبا موجود، نحتاج إلى تدقيقات. بمجرد ما نكملوا الدراسة إن شاء الله غادي نمشيو في هذا الاتجاه، تسفيق تسقيف ثمن المحروقات باقي إن شاء الله ملتزمين به ونحن غادي نمشيو ليه في القريب. بقى لي هذه القضية ديال التوقيت الصيفي لا بد أن أشير إليه، فهمتني ولا ماشي في ضروره؟ مهم ما زياد هذه القضية ديال التوقيت الصيفي. اولا خصني نشير لواحد المساله، ونهار الاول فاش بدا التوقيت الصيفي في العالم علاش بدا؟ شنو السبب؟ هو السبب من السبب ديالو هو الطاقه، هو الاستهلاك ديال الطاقه، ولا تزال عدد كبير من دول العالم بالنسبه هذا يعني غير دول ديال النصف الشمالي ديال الكره الارضيه ما تحت اسمو مبدئيا ما كيعنيش الناس اللي في حق خط الاستواء لان عندهم الليل والنهار متقاربين، فلذلك هو تغيير الساعه لا يعني، انما يعني اللي عندهم تباعد ديال 3 ساعات الى 4 ساعات 5 ساعات ما بين الصيف والشتاء فيما يخص النهار والليل. فداك الشيء علاش كيدار؟ لان ثبت ان عنده دور في اولا تقليص استهلاك ديال الكهرباء، ثانيا تقليص الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء، ثالثا فيما يخص إنتاج الغازات الغازية. فلذلك هادشي موجود في العالم، لهذا كاين نقاش ماشي في المغرب وإنما في دول عديدة. إنما من بعد اكتشفت واحد السلبية لمدة عقود ما كانش انتباه لها كبير، وأن هذاك التغير في الساعة مربك ومضر. صحيح الضرر ديالو محدود في الأسبوع أو الأيام أو الأسبوع أو 10 أيام التي تلي التغيير، ولكن فعلا عندنا تغيير بعض المرات، لأن عندنا في رمضان أيضا التغيير بعض المرات فعلا فيه إشكال. طيب بالنسبة لنا احنا هاد التوقيت الصيفي في الصيف تؤدي إلى واحد اقتصاد استهلاك الطاقة واستهلاك واقتصاد في الاستثمار في الطاقة مما يفوت 240 مليون درهم سنويا، واقتصاد في الطاقة وخصوصا في نقاط الدروة، لأن هذه نقطة الدروة هي المهمة. أجل نقطة الدروة عندما كيزيد العمل الصناعي الاستهلاك الصناعي ديال الطاقة مع الاستهلاك المنزلي كيتزامنوا في نفس الفترة، فكيدينا إلى واحد الاستهلاك كبير جدا كيكبر، وهذاك الاستهلاك الكبير شما كيكبر الاستهلاك كنلجؤوا الى وسائل ديال الطاقه غاليه جدا بحثوا عليها في السوق الدوليه او في الانتاج عن طريق الفيول، وهي غاليه لانه هما لي توربين ديال الفيول هما اللي ساهلين باش ينتجوا لنا الطاقه كثير. والهاجس ديال الدوله شو هو؟ هاجس الدوله هو الامن الطاقي، ما يوقعش ليها شي بيك واحد الذروه في استهلاك الطاقه اللي ما نقدش اولا ما نتحسبهاش وما نقدش نستجب لها، مما سيؤدي الى انقطاعات في الكهرباء. وانتم تعرفون اين اي سلعه واي خدمه اول معيار فيها هو الاستدامه ديالها. عاد كنفكر
في الجوانب، الجانب الثاني اللي هو الجوده، الجانب الثالث اللي هو الثمن، لان الا ما كايناش يمكن نفكر في المسائل الاخرى. فلذلك اول شيء للدار فيه جهود كبيره للاستثمار هو التزويد بالطاقه. الناس اللي كيوصلهم الضوء يبقى يوصلهم، الواحد الا شعل، الا شعل اسمه الضوء، الزر ديال الضوء كيشعل الضوء، الا عنده الات ما يتوقفش عليهم الضوء. والحال انه منذ 3 سنوات هناك ارتفاع متدرج في استهلاك الطاقه، من قبل نتيجه جهود ديال النجاعه الطاقيه، تغيير ديال المصابيح، وقع واحد شويه ديال النقص شويه، ثم بعد عاوتاني طلع نتيجه ان داك الشيء ديال النجاعه اللي هي سهله، اللي هي المصابيح الاقتصاديه، تقريبا استنفدت اغراضها، استنفدت قدرتها، ولا عندنا وما يمكنش نتبعوا على الزيادات في السنوات المقبله لسببين. السبب الاول هو التغيرات الاجتماعيه. هذه 20 عام كثير من الاسر يلاه كتكون عندهم آلة كهربائية واحدة وجوج، عنده ثلاجة وشي حاجة بسيطة. دابا أغلب الأسر في المدن عندهم 3 4 5 6 وربما أكثر من الآلات الكهربائية. فلذلك حتى اجتماعيا وقع واحد التحول كيولي الضغط كهربائي. ثانيا التصنيع حتى هو كيضغط في السائل الكهرباء، مما أدى إلى أن هذه القضية ديال التوقيت الصيفي من المغامرة أن نتراجع عنه حاليا. فلذلك لما قلنا أنه خصنا نعمو، قلنا نعمو التقييم التوقيت الصيفي اللي هو عنده سلبيات أيضا. صحيح صحيح، أنا متفق معكم، عنده سلبيات. قلنا نعمو التوقيت الصيفي، ندرسوا هذه السلبيات، نعالجوا هذه السلبيات، ونواصلوا التقييم طيلة المرحلة المقبلة. وهذه السلبيات باتفاق الجميع هي الأولى فيهم هو الأطفال اللي كيمشيو للمدرسة. ولذلك درنا أول إجراء مع هذا القرار اللي هو الدخول يكون في 9 في المدارس العمومية. وبالمناسبة هذا الدخول في 9 هذا غير إجراء أول، الإجراءات الأخرى يتم بلورتها مع الشركاء. اليوم السيد الوزير مشكورا دار لقاء مع الفيدراليات ديال جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ، وخرجوا بواحد التصور معين. غدا غادي يدير مع النقابات الممثلة في القطاع، من بعد غادي يدير مع الفيدراليات ديال القطاع الخاص، من بعد غادي نمشيو حنا نشوفوا القطاع الخاص هذا الاسبوع، لان قبل الدخول الجديد عند التلاميذ في عطله، قبل الدخول غادي يكون عندنا تصور دقيق متوافق عليه مع مختلف الشركاء حول الاجراءات اللي غادي نديروا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هذه الاجراءات غادي تكون فيها مرونه، لان غادي نمشيو للجهويه، غادي تكون جهويه او حتى الاقليميه، غادي تكون فيها واحد شويه، غادي ناخذوا بعين الاعتبار الخصوصيات ديال المناطق، القراوي والحضري. القراوي ماشي بحال الحضري، الجهات البعيده ماشي بحال القريبه، المدن الكبرى ماشي بحال الصغرى، المتوسطه والصغرى. فلذلك غادي تكون فيه مرونه، وغادي توجه في هذا الشيء توجيهات واضحه الى مديري الاكاديميات. السيد وزير التربيه الوطنيه موجود قدامنا ينصت، وهذا الشيء تناقشنا فيه مرارا، واليوم راه دار اول لقاء، وهو التقرير ديال اللقاء امامي، وفيه عدد من الاجراءات التي ان شاء الله غادي نواكب بها. وبطبيعة الحال حتى التوقيت الإداري حتى هو خاضع لأن يكون فيه نقاش، وباش حتى هو ندخلوا فيه تعديل اللي غادي يبدأ مع الدخول المدرسي القريب. إذن احنا غادي في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه طبيعة الحال. وإن شاء الله رغم ذلك أنا بنقول بأنه نحن ننصت إلى مختلف الملاحظات والانتقادات ديال المواطنات والمواطنين أولا. ثانيا طبيعة الحال أنا متفهم ردود الفعل عدد من المواطنين، لان جاء القرار مفاجئ، ولا متفق معكم؟ جاء مفاجئ. كدت ان اقول يعني لان درنا مجلس حكومي عادي ومجلس حكومي خاص ضروري، لان هذا القرار هذا ماشي قرار بسيط، كان فيه تشاور موسع، كان فيه خصنا ضروري نخرجوه في الوقت حتى يكمل فيه هذاك التشاور، حتى يكون فيه، لانه هو قرار ليس قرار بسيط. تاخذ هذا القرار دابا الان غادي نديروا التقييم، ونشوفوا التقييم اش غادي يعطينا، وان شاء الله حنا مفتوحين. واحد النقطه اللي سولوني عليها بزاف د المواطنين، بزاف المواطنين اتصلوا بيا وصفتوا لي الى اخره بجميع الوسائل، وصفتوا لرئاسه الحكومه، هو رمضان. رمضان لا تغيير فيه عما كان نشتغل به سنوات. هذا بالمناسبه هذا ماشي قرار فقط ديال الحكومه. السيد رئيس رمضان غادي يبقى محترم كما كان، كما كان
بالمناسبة المرسوم فيه بأنه يمكن اتخاذ قرار ديال بعض الفترة ديال الاستثناء ديال تغيير هذا التوقيت. فهمتيني؟ هذه إمكانية. هادشي خاضع. على كل حال كنقولوا المغاربة ألفوا في رمضان شيئا، حنا ما غادي نتدخلوش في هذا الشيء، ماشي غادي تجي حكومة تقلب العدد ديال المغاربة مرة واحدة كلهم. إذن هذا هو التوضيح الذي أردنا أن أتي به هنا. أنا متفق مع الأخوات والإخوان اللي قالوا بأن قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع التشغيل، قطاع التشغيل في إشكاليات. أنا متفق معكم، واش حنا كنقولوا كل شيء مقد؟ إلا كان كل شيء مقد يكون صافي هذه الحكومة كاع ما غادي تجي بالمناسبة، وكون غادي يبقاو هذوك اللي كانوا قبل منا. وبالمناسبة أيضا هذا يرتقيل، ماشي حنا الحكومة بوحدها كتحمل المسؤولية ديالو، خصنا نكونوا واضحين، نكونوا واضحين. وراه هذاك التقرير ديال المجلس على الحسابات راه فيه البرنامج الاستعجالي، وفيه كيفاش أنه راه فيه ما بغيتش نقرا داك الشيء، فهمتيني؟ فيه ومن ثم جاء الاختلالات قبل وأثناءها، ما دار البرنامج الاستعجالي، اسمح لي، لا ما دار البرنامج الاستعجالي إلا لأن كان شي حاجة قبل غير ناجعة، وكان القطاع كيعاني. داك الشيء علاش داروا برنامج استعجالي؟ داز البرنامج الاستعجالي ما عالش الإشكال مزيان. واش واحد الإشكال لحكومة تبع حكومة من تاريخ المغرب اليوم وحلا فيه غادي نجيو حنا نعاولوا في عام ولا عامين؟ ولكن الأرقام تبين بأن عندنا إرادة، الأرقام كتبين بأن احنا غادين في الاتجاه الصحيح، الأرقام كتبين بأن احنا إن شاء الله سنشتغل وغادي نوصل للنتائج. ما كنقولوش بأن غادي نحلوا جميع الإشكالات، ولكن غادي نحلوا عدد مهم من الإشكالات، عدد مهم من الإشكالات. إن شاء الله يخرج هذاك القانون الإطار بإذن الله، اللي غادي واخا حنا بدينا التطبيق ديالو من الآن، عدد من البرامج الآن اللي كتطبق هي ديال الرؤية الاستراتيجية، نهار يخرج القانون الإطار غادي يكون دعم في هذا الاتجاه، لأن غادي يعطينا الضوء الأخضر نصدروا قوانين أخرى، مراسيم أخرى، لأن هادشي فيه منظومة تشريعية متكاملة. ونتمنى تسرعوا بهذا القانون الإطار. مجال الصحة نفس الشيء، واش حنا كنقولوا مجال الصحة راه كله مزيان؟ راه عارفين، حنا واعيين، وأنا كنت برلماني بلاصتكم وكنت في هذا الشيء ديال الصحة. انتهى الوقت سيد الرئيس، انتهى الوقت سيد رئيس الحكومة. ننتقل الآن إلى المحور الثاني. شحال الوقت؟ 10 دقائق. رفعت الجلسة ل10 دقائق. سيد رئيس الحكومة، سيدات وسادة الوزراء، سيدات وسادة النواب، ننتقل الآن إلى المحور الثاني المتعلق بموضوع السياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب، والذي يتضمن 3 أسئلة في إطار وحدة الموضوع. أعطي الكلمة للنائب السيد هشام صابري باسم فريق الأسارة والمعاصرة لتقديم السؤال. تفضل السيد النائب. شكرا سيد رئيس. سيد رئيس الحكومة المحترم، أفرد الدستور 2011 حيزا مهما ومكانة خاصة لفئة الشباب، حيث ألزم الدولة بالعمل على توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وبمساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة التكيف في المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. كما نص الدستور على ضرورة تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، وتوفير الظروف المواتية لتفتق طاقتهم الخلاقة في كافة المجالات. ولذلك نسائلكم عن الإجراءات الملموسة والخطوات العملية التي تقوم بها حكومتكم من أجل تنزيل وتفعيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب. شكرا. دائما في إطار وحدة الموضوع، الكلمة للسيد النائب طارق الخضيري باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، الشباب ذكورا وإناثا هم أمل هذه الأمة،
هم أمل هذه الأمة وعماد ظهرها، عقولهم، سواعدهم، حماسهم، ثروة ثمينة بين أيديكم وتحت تصرفكم. لكن للأسف عجزتم عن توظيفها لخلق التنمية وتحقيق الرخاء. لقد تعاملتم دائما مع هذه الفئة على أنها مصدر قلق وهم وجزء من الأزمة، ولم تروا فيها يوما بأنها فرصة لتجفيف ينابيع الأزمة. أهملتموهم صغارا فلم توفروا لهم تعليما نافعا، وتجاهلتموهم كبارا فلم توفروا لهم شغلا منتجا يضمن لهم العيش الكريم. وحده الياس ظل وفيا لهم، بل اوفى منكم كحكومه، والذي جعلهم ينفرون ثقالا وخفافا، مهاجرين حدف انفهم غير مبالين بالمخاطر. السيد رئيس، الم يحن الوقت لتجعلوا من الشباب اولويه استراتيجيه؟ باسم فرق ومجموعات الاغلبيه، الكلمه للسيد النائب سعيد النميلي. سيد رئيس حكومة يمثل الشباب نسبة مهمة من الساكنة ويشكل ثروة حقيقية لبلدنا، يتعين أن تكون محركا دافعا لعجلة التقدم والتنمية، وعليه فمن الواجب علينا أن نضعه في صلب النموذج التنموي الجديد باعتباره رأس مالا حقيقيا. وقد دعا صاحب الجلالة في هذا الصدد إلى إرساء استراتيجية مندمجة للشباب من شأنها أن تفتح له باب الثقة والأمل في المستقبل. وعليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن السياسة العامة للحكومة المتعلقة بإدماج الشباب لتمكينه من تعليم وتكوين يؤهله للانخراط في الدورة التنموية وعالم المعرفة والابتكار، وتوفير الدعم اللازم له لخلق المقاولات وتشجيعه على مبادرة التشغيل الذاتي لضمان دخل قارن يحفظ له كرامته، وتيسير اندماجه الكامل ومشاركته المنتجة في الحياة الوطنية والمهنية من أجل الاستفادة من إمكانيات الشباب وقدراته بدل دفعه إلى التفكير في الهجرة إلى الخارج. وشكرا. شكرا الكلمة للسيد رئيس الحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيد والسادة الوزراء والنواب المحترمين، شكرا جزيلا على التفضل بطرح هذا السؤال حول السياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب، علما أن هذا الموضوع شكل أحد محوري الجلسة الشهرية الأولى للسنة التشريعية الفارطة، حيث كان لنا الفرصة لعرض تصور الحكومة في موضوع السياسة العامة المتعلقة بالشباب والسياسة الوطنية لإدماج الشباب لتعمل حكومة جاهدة على تنزيلها. أريد هنا أن أبين أمرا مهما، وأن كنت عندنا الاستراتيجية الوطنية لإدماج الشباب. ثم بعد في جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018 قال، دعا إلى بين قوسين بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. إذن دعا جلالة الملك إلى وضع سياسة جديدة مندمجة للشباب، وهو ما صهر القطاع المعني على بلورته وفي الجلسة الشهرية بتاريخ 30 أكتوبر 2017 كنت قد أطلعت مجلسكم الموقر على التصور الأولي للحكومة آنذاك بخصوص هذه السياسة المندمجة في السنة الماضية. ومنذ ذلك الحين تم إعداد هذه السياسة المندمجة اعتمادا على تشخيص واقع هذه الفئة، وأخذا بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات الشباب المغاربة بهدف تحقيق إدماجهم المجتمعي، إدماجهم المهني، إدماجهم في مختلف السياسات القطاعية الموجهة للشباب. وقد انصب العمل منذ ذلك الحين على تدقيق أهداف وتوجهات هذه السياسة المندمجة وتحديد التدابير والإجراءات العملية المرتبطة بتنفيذها. وتم بناء هذه السياسة المندمجة لفائدة الشباب على 6 توجهات أساسية.
الرفع من فرص تشغيل الشباب عبر عقلانة الاستهداف وتنسيق التدخلات، تحسين جودة التعليم والتمكين والتكوين المهني، اعتماد خطة صحية موجهة للشباب، ضمان مؤسسات للقرب فعالة وقادرة على الاشتغال أفقيا على وظائف التنشئة الاجتماعية، تشجيع الشباب على التطوع والمسارعة والمشاركة المواطنة في القرار العمومي، التنسيق بين القطاعي والتقائية السياسات العمومية وبرامج التنمية الترابية. من أجل تنزيل هذه السياسة المندمجة لفائدة الشباب، تم تحديد 42 إجراء موزع على 4 محاور. المحور الأول يشمل التشغيل والتعليم والصحة، المحور الثاني يشمل خدمات القرب والترفيه والرياضة والتنشئة الاجتماعية، المحور الثالث يشمل أو يرتبط بالحكامة والمشاركة المواطنة للشباب، المحور الرابع يخص تنسيق التدخلات والتقائية البرامج ذات الصلة بالتنمية البشرية الترابية. وفي إطار تنزيل هذه السياسة الوطنية، كل قطاع من القطاعات المعنية بها تنكب طبيعة الحال على وضع اللمسات الأخيرة في إطار استراتيجيتها التي هي موجودة فعلا في لتحديد الاستهداف الضروري لهذه الفئة من الشباب وهي فئة مهمة. وفي هذا الإطار فقد قررت تشكيل لجنة خاصة بتتبع تنفيذ السياسة المندمجة لفائدة الشباب، تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والتي سأترأس اجتماعها الأول في غضون هذا الأسبوع، والغاية هو إحداث هذه اللجنة وجعلها آلية لضمان حكامة جيدة لهذه السياسة المندمجة لفائدة الشباب من خلال تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين. وإن كان أشير هنا إلى أن ثلاثة القطاعات عندها أصلاً استراتيجيات ديالها ومخططات ديالها. أولاً التعليم، فهذا استراتيجية واضحة، إنما سنحاول أن ننسق معه حتى التدخلات دياله تكون مندمجة ومنسجمة مع تدخلات قطاعات أخرى. ثاني قطاع الصحة في إطار مخطط 2025 للصحة، حتى هو عنده عديد من البرامج موجهة للشباب سيتم إدخاله في التنسيق أيضا. والثالثة هي التشغيل، عندنا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واللي جزء كبير منها بل أغلبها منصب ومركز على الشباب. إذن هذه القطاعات كلها فيها عدد من التدابير، وقد أشرت إلى بعضها منذ قليل، لأن التدابير ديال التشغيل في وزارة التعليم أو في وزارة الصحة أو في غيرها كلها كتعني الشباب. وعدد من التدابير الأخرى التي تعني هذه القطاعات كلها تهم الشباب. فيما يخص التكوين المهني، يجب أن نقول بأنه هناك استراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، وهناك وعندها التكوين المهني بطبيعة الحال لكي يكون هو كلهم شباب. قد رأينا بأن جدرنا عدد من الإجراءات، من بينها منحة التكوين المهني اللي كتصعد سنويا إن شاء الله، توسيع العرض ديال التكوين المهني، رفع جودة التكوين المهني وغيره من الأمور المرتبطة بالتكوين المهني، وبطبيعة الحال تنويع العرض ديال التكوين المهني بالتنسيق مع مختلف القطاعات المتدخلة في التكوين المهني. ونهدف بطبيعة الحال في كل هذا إلى أن يكون هناك انسجام وتكامل بين التكوين المهني والتعليم العام من جهة، وبين التعليم والتكوين والتشغيل من جهة ثانية. ونحن ننكب الآن على تنظيم الملتقى الوطني أو اللقاء الوطني للتكوين والتشغيل، واللي غادي يكون هو غادي صدق على عدد من الأمور الموجودة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل اللي مرتبطة بهذا الانسجام بين الشيئين. وهذا معروف، علاش؟ لأن هناك مهن ستختفي السنوات المقبلة، هناك مهن جديدة ستظهر، هناك تحولات عالمية في مجال التكنولوجيا، فيجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار فيما يخص التخصصات الجديدة اللي نفتحها سواء في التعليم العام أو في التكوين المهني. وجلالة الملك يرعى هذا اليوم الدراسي، وقد أعطى توجيهه في خطاب 20 غشت بتنظيمه. فإذا هذا فيما يخص التشغيل. بطبيعة الحال كما أشار أحد الإخوان في السؤال ديالهم، القضية ديال المقاولة أيضا موجهة للشباب شيء مهم جدا، وفي هذا يجب أن نتمن جهود اللي تمت إلى حد الساعة فيما يخص المقاول الذاتي، لأن المقاول الذاتي واحد الآلية مهمة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب وتيسير ولوجهم لسوق الشغل عن طريق مواكبتهم ودعمهم، تكوينهم أولا ومواكبتهم ودعمهم لإنشاء مقاولاتهم في إطار
المقاولة الذاتية، وكتعرفوا بأن هذا المقاول الذاتي هو النوع ديال المقاول اللي عنده عدد من التحفيزات وعدد من الدعم اللي يمكنه ينشئ هذه المقاولة ديالو بسرعة بسهولة. وأيضا هناك المواكبة، ويمكن أن أقول اليوم أن هذا النظام المقاول الذاتي في إطار سنتين ديال التطبيق ديالو عارف نجاح مقدر، والحصيلة اليوم إلى متم سنة شتنبر 2018 هو تسجيل ما يناهز 80 ألف مقاول ذاتي وحوالي 400 مليون درهم من رقم معاملات مصرح به من قبل المقاولين الذاتيين، وهذا شيء مهم. وسنستمر في دعم هؤلاء المقاولين الذاتيين، وسنستمر في دعم إنشاء ينشئ هؤلاء المقاولين مقاولاتهم الذاتية. وأيضا فيما يخص دائما هاد الجانب ديال التسهيل ديال إنشاء المقاولات، هناك أيضا عدد من الإجراءات لتسهيل إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، واللي في الغالب كتمشي في اتجاه الشباب، لا من حيث اللي كينشئوها ولا من حيث المناصب ديال الشغل اللي كيحدوها. وقد رأينا في القانون ديال 2018 واحد الإجراء في إطار تحفيز في التشغيل عن طريق الإعفاء من التحملات الاجتماعية ومن الضريبة على الدخل في حدود 10 ديال الأجراء، حدود 10 ديال الأجراء في ميزانية 2018 في حدود 6000 درهم، ومن قبل كانت 5 الأجراء، وزدنا فيها الجمعيات لأول مرة في تاريخ المغرب كيتم هذا التحفيز ديال الجمعيات، وهذا شيء مهم جدا سنة 2018. وأيضا هناك عدد من الإجراءات اللي كتدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار النسخة الثالثة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي يتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وهو يهدف إلى توفير الدخل وخلق فرص عمل للشباب، وإن شاء الله غادي يكون عنده واحد تأثير إيجابي مهم. ودائما في إطار دعم مبادرات ديال العمل الجمعوي الموجهة للشباب، هو لأن كان هناك إطلاق برنامج دعم التشغيل الجمعوي وتحفيزه، وهذا شيء مهم. غادي تولي الجمعيات الآن حتى هي غادي تدير لها برامج خاصة لتحفيز ذيها للتشغيل، وبطبيعة الحال أساسا غادي تشغل الشباب. إذن أنا هدرت على المقتضى الضريبي في قانون المالية 2018، والتي تتحمل الدولة النفقة الضريبية على الدخل لتشغيل 10 أجراء لمدة 24 شهرا للجمعيات المؤسسة بعد 2015، ونتطلع إلى إلغاء هذا القيد الزمني لتمكين عدد واسع من الجمعيات من الاستفادة من هذا المقتضى. هناك أيضا برمجة إقرار تمكين الجمعيات من الاستفادة من التكاليف القابلة للخصم بالنسبة للمقاولات، وذلك بالنسبة للجمعيات التي لها شراكة مع الدولة. وهناك ثالثا نتطلع إلى العمل على تخفيض العبء الضريبي المتعلق بعروض التكوين الموجهة لأطر الجمعيات، وقد أطلقت الوزارة المعنية وزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عملية تشاور عمومي موسعة في غشت الماضي، وذلك تبعا لتنصيب مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية على التشغيل الجمعوي، حيث تم تلقي أزيد من 100 مذكرة تشتغل الوزارة على تدقيقها ويمكن تعتمدها من بعد وقبل اعتمادها، وهي باش تدير منها برنامج متكامل يضم الجوانب القانونية، الجانب الضريبية، الجانب التحفيزية، والجوانب ديال التكوين الموجهة للشباب في إطار العمل الجمعوي. ولكن هناك أيضا تعزيز قدرات الجمعيات في تشغيل الشباب عبر استثمار آليات الشراكة مع الدولة، وهذا آليات شراكة مع الدولة مهمة جدا واللي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وذلك لإنجاز مثلا برامج محو الأمية. دابا برامج محو الأمية منذ إنشاء الوكالة الوطنية لمحو الأمية، هناك واحد برامج موجهة وتعاقدات توقع مع الجمعيات ودعم ديال هذه الجمعيات باش يمكن هي تقوم بمحو الأمية عن طريق تشغيل الشباب. واليوم هناك ما يناهز 4000 جمعية في شراكة مع الوكالة الوطنية لمحو الأمية بغلاف مالي فوق 400 مليون درهم. وهناك أيضا التعليم الأولي اللي تطلق البرنامج ديال التعميم ديالو، وهو أيضا يتخصص فيه 1,350,000,000 درهم لإدراج 100,000 طفل جديد، وتوقيع 12 اتفاقية شراكة مع مجالس الجهات لإنجاح هذا البرنامج، وغادي تكون للجمعيات أيضا دور معين فيه. وبطبيعة الحال محاربة الفوارق المجالية والحماية الاجتماعية ودور الجمعيات في النموذج التنموي.
إطلاق مشروع الخدمة المواطنة والتطوع التعاقدي بشراكة مع وزارة الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات للاعتراف بجهود التطوع داخل الجمعيات. وهذا مشروع مهم طموح جدا، وسيعلن قريبا عن مشروع قانون التطوع التعاقدي يوم 5 جانفي المقبل بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، من أجل تعميق النقاش حول هذا المشروع ديال القانون. ولا جبناه غادي مؤسس وينظم هذه القضية ديال التطوع داخل الجمعيات، وغادي يفتح مجال كبير للعمل وللمساهمة المجتمعية وللتعاقد وللشباب. هذا شيء مهم. تنزيل مشروع الجمعيات والأمن المجتمعي اليوم بدأ في شراكة مع مجلس الدار البيضاء سطات لتعزيز قدرات الجمعيات العاملة الموجهة للشباب في مجال الأمن المجتمعي عموما، في محاربة الجريمة، محاربة الإدمان، ومحاربة المخدرات، محاربة العنف. وهذا نظمت فيه بتنسيق مع مجلس الجهادي للدار البيضاء مناظرة وطنية أولى، وتم إطلاق 5 شراكات جمعوية مع هيئات وفيدراليات وطنية فاعلة في هذه المجالات. تأهيل الفاعلين الجمعويين وخاصة الشباب في مجال المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية عبر إطلاق واحد البرنامج لتعزيز قدرات 1200 فاعل جمعوي كلهم من الشباب في مجال التقدم بالعرائض والملتمسات التشريعية وتعزيز دور هيئة التشاور العمومي. وهذا دار فيه واحد الجهد كبير جدا في عدد من الأقاليم والجهات ديال الوطن، وهذا الإقبال عليه أن كل لقاء يقبل فيه عشرات الجمعيات والشباب دليل على أنه يمكن لهؤلاء الشباب أن يستردوا أن يستعيدوا الثقة في وطنهم والثقة في الجهد التي تقوم به الجهات الحكومية والمؤسسات العمومية في هذا المجال. بل أكثر من هذا، أثبتت الأرقام أنه في هذه السنوات الأخيرة تزايد انضمام الشباب إلى الجمعيات. باقي الأحزاب والنقابات باقي في الأرقام القديمة، ولكن الجمعيات هناك إقبال متزايد للشباب على تأسيس الجمعيات أو على الانضمام إلى جمعيات موجودة، وهذا شيء مهم يسترد الثقة في العمل الجمعوي. وبطبيعة الحال احنا مداعمون لهذا العمل الجمعوي، وسنواصل البرامج في تطوير هذا العمل الجمعوي، وأيضا البرامج فيما يخص تأهيل الفاعلين الجمعويين وخاصة الشباب للمشاركة في تدبير الشأن العام. لا بد أن أشير هنا إلى واحد المحور اللي هو أساسي، هو أيضا خاص بوزارة الشباب والرياضة، هو الإدماج الاجتماعي والإدماج الثقافي والإدماج الرياضي للشباب، وهو اللي درت فيه أيضا برامج خاصة داخل في إطار هاد السياسة المندمجة للشباب. فيه الإدماج الاجتماعي للشباب، وهذا فيه عدد من الأمور اللي درت. نشير بالمناسبة إلى برنامج ديال بناء المخيمات من الجيل الجديد، وهذه المخيمات من الجيل الجديد اللي دار عن طريق الشراكة في كثير من الأحيان بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا سيمكن من توسيع العرض والإمكانية ديال الاستفادة مزيد من الشباب من هذه المخيمات سواء صيفية أو غيرها. وبالمناسبة في هذه السنة استفاد من هذه المخيمات 250 ألف من الشباب، وهذا رقم غير مسبوق. في السنة اللي قبل منها يمكن كان 150 ألف، يعني في سنة واحدة زدنا ما يقرب من 100 ألف، وهذا غادي يزيد متصاعد نتيجة توفير مزيد من البنيات، لأن خص البنيات القديمة تصلح توسع تجهز ونزيد مزيد من البنيات. والمخيمات هو فضاء لتكوين الشباب، لتدريبهم، للتنشئة على المواطنة. المؤطرون في كثير من الأحيان شباب، والمؤطرون أيضا شباب وأطفال. بطبيعة الحال هناك برنامج لتأهيل دور الشباب وتوسيع هاد الشبكة ديال دور الشباب، وأيضا برنامج النوادي النسوية لفائدة الفتاة، وهذا في عدد من الأمور جديدة. وهناك على مستوى الإدماج الثقافي والفني، ولكن اللي بغيت نقف عليه هو الإدماج الرياضي، وذلك أن الوزارة المعنية درت واحد البرنامج لتلبية الخصائص الكبير في ملاعب القرب، وذلك عن طريق وضع واحد الآلية ديال التمويل. أخذت قرض ديال 600 مليون من صندوق التجهيز الجماعي، وفي هذا الإطار كانت توقعات واحد الشراكة
بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق التجهيز الجماعي باش يمكن تحديد 800 ملعب للقرب مرة واحدة مرة واحدة. وبالمناسبة خصنا نعرفوا بأن اليوم عندنا تقريبا 2400 ملعب قرب، وهذا غادي يرفع العدد إلى 3200 في مدة قصيرة. ثم من بعد الوزارة هي مكلفة إذن بهذا التمويل، وهذا شيء مهم بتنسيق بطبيعة الحال مع المجالس الإقليمية وبتشارك معها. وهذا البرنامج غادي يمكننا باش نلبيه الحاجة والخصاص الكبير في ملاعب القرب. الحمد لله هذه منذ سنوات كنشوفوا كثير من المدن المناطق ملاعب القرب كتنشأ، فتحت فضاءات للشباب وخصوصا الجمعيات الرياضية باش يمكن يلقاو فضاءات يلعبوا. أنا كنعرف بعض الملاعب ديال القرب كتشتغل من الصباح إلى الليل، فريق تبع فريق فريق تبع فريق، وهذا شيء مهم. ولكن خص تعزيز هذه الشبكة ديال ملاعب القرب باش يمكن تلبي مزيد من الطلب المتزايد، وخصوصا في العالم القروي وفي المدن الصغيرة. إذن هذه الأولى. طبيعة الحال هناك تأهيل عدد من البنيات الرياضية الأخرى، ولكن في مجال التكوين الأكاديمي الرياضي اللي هو مهم جدا، تكوين الأكاديمي الأبطال الرياضيين الشباب، تم العمل على إحداث المسالك الدراسية الخاصة رياضة ودراسة، وهذا شيء مهم. لأن كان عندنا مشكل أن التلميذ وخا إلى كان رياضي اللي كيتبع الدراسة ديالو صعيب هو يتبع السلك ديال التكوين باش يصبح من بعد بطل رياضي. هذا دابا الآن أحدد هذا السلك، وهذا السلك هذا كيمكن التلميذ باش يدير الدراسة ديالو وفي نفس الوقت كيتبع التكوين ديالو، تكوين رياضي ومعرفي وثقافي مندمج، ومهارات الرياضية وصقل المواهب والتنمية والقدرات البدنية في نفس الوقت اللي غادي يكمل الدراسة ديالو. وفي نفس الوقت غادي يتم إن شاء الله إحداث تكوين مهني بمراكز التكوين الرياضي وإحداث تخصصات بالتعليم العالي للتعليم الرياضي، وغادي يمكننا باش إن شاء الله تكون عندنا بنيات قوية لتكوين أكاديمي لأبطال الرياضيين في المستقبل على غرار الدول التي اللي فتنا في هذا المجال. وهذا فيه واحد الخطة وجزء منه غادي يتعرض في البرنامج الذي سنعرضه أمام جلالة الملك فيما يخص البرنامج ديال تطوير التكوين المهني. إذن هناك عدد من المجالات التي يتم فيها الاهتمام بالشباب. ركز بالخصوص على جوج المجالات. المجال الأول هو المجال ديال العمل الجمعوي لأنه فيه بزاف إجراءات جديدة، وركز الثاني على مجال الاندماج الاجتماعي والرياضي والترفيه بالنسبة للشباب لأن حتى هو مهم جدا وفيه أمور جديدة. بالنسبة للبرامج الأخرى لهي برامج يعني تندرج في إطار استراتيجيات والسياسات القطاعية ديالها، ولكن كلها موجهة إلى الشباب وخصوصا التعليم والصحة لواحد مجموعة البرامج منها موجهة إلى الشباب. والتشغيل، أريد أن أضيف في التشغيل مسألة واحدة، وهو أنه هناك برنامج تم بدء تنفيذه في جهة مراكش أسفي كجهة نموذجية بتنسيق وشراكة مع البنك الدولي وأيضا مع القطاع الحكومي المعنية لبلورة مشروع دعم تشغيل الشباب الذي يهدف إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للشباب الذي ما يسبق لهم أن يستفادوا لا من فرصة عمل ولا من فرصة تكوين ولا من فرصة تدريس، وذلك عبر الارتقاء بقدراتهم وكفاءاتهم وتشجيع الحس المقاولة لديهم. يرتكز هذا المشروع على ثلاث محاور. المحور الأول تحسين فرص العمل والإدماج الاقتصادي لهم. المحور الثاني هو دعم روح المبادرة المقاولاتية لهؤلاء الشباب وتعزيز أبعادها الجهوية. المحور الثالث تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتين ودعم تنفيذ هذا المشروع. ومن أجل أجراءة هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته المالية ما يناهز على 50 مليون دولار، يعني 500 مليون درهم تقريبا، هناك اتفاقية بين الحكومة المغربية والبنك الدولي سيتم توقيعها في غضون هذه السنة الجارية، والهدف منه هو الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال العناية بهذه الشريحة من الشباب. هذه غادي تكون تجربة نموذجية ومن بعد غادي نعمها في مختلف الجهات، لأن هذه الشريحة مهمة
وتسعت مع الأسف الشديد مع مرور السنوات. وبالمناسبة لا بد أن أشير إلى قضية شرط ليها هنا وأشير المرة لنا. الحكومة هي مستعدة تحمل المسؤولية ديالها، احنا واعين بالمسؤولية ديالنا، الحكومة واعية بالإشكالات ديال الشباب. احنا عندنا أولاد، كلكم عندكم أولاد، احنا كنشوفوا كاين إشكالات حقيقة، ولكن خصنا نكونوا موضوعيين. اليوم الشاب اللي عنده 30 سنة راه ما خرجش من المدرسة في عديد الحكومة ولا الحكومة السابقة. بالمناسبة اليوم الشباب 34% منهم بين 15 و 34% من السكان بين 15 و 34 سنة، بمعنى دابا عندنا الشباب هو الأكثرية ديالو هو في هاد العمر، والأغلبية وبطبيعة الحال هذا غادي يتحرك، غادي يتحرك المستقبل. ودائما أقول عندنا 8 المليون إلى 9 المليون ديال الأميين، ولكن هاد الأميين راه خرجوا من المدرسة في عهد حكومات سابقة، ماشي هاد الحكومة، أو كثير منهم خرج البطالة في هاد حكومات سابقة. فنحن ندبر أيضا إرتن، وفي نفس الوقت ندبر الإشكالات الموجودة اليوم، فهي إشكالات متطابقة. أسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير. على كل حال الإحصائيات موجودة، بلى صحيح إن شاء الله، وغادي نرجع لها بالتدقيق إذا أردتم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد رئيس الحكومة. نمر الآن إلى باب التعقيبات بإعطاء الكلمة إلى السيد النائب رضا بوكمازي باسم فريق العدالة والتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السادة والسيدات أعضاء الحكومة، السادة والسيدات النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية لمناقشة موضوع ذي أهمية بالغة، واللي هو موضوع الشباب، واللي هذه مناسبة أننا نأكد على الأهمية ديال مناقشة هذا الموضوع ومناقشة السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة على اعتبار المركزية والمحورية ديال فئة الشباب، وكيفاش يمكن لها أنها تكون أداة مهم للتوجه نحو التقدم والنمو ديال البلاد ديالنا. بكل تأكيد لا يمكن بهذه المناسبة السيد رئيس الحكومة إلا أن نستحضر معكم حجم المجهودات التي بذلت وتبذل في مجال الشباب من قبل الحكومة، قصد العمل على إدماج الشباب في الحياة العامة، وكذا الإجراءات اللي جا بها المشروع ديال القانون المالي لسنة 2019، خاصة الإجراءات المتعلقة بالجانب الاجتماعي واللي ذكرنا فيها في الجزء الأول من هذه الجلسة، ثم ربط الإجراءات التحفيزية للمقاولات على المستوى الضريبي بخلق فرص الشغل وبالأثار ديالها الاقتصادي والاجتماعي، إضافة للإجراء المهم اللي جات به قانون المالية واللي هو الإعفاء ديال المقاولات الشابة من الديون المستحقة للجماعات والدولة، وهذا أمر مهم يمكن لي يعني يزيد يطور المجهود الحكومة في مجال الشباب بالإضافة لمجموعة من الخدمات الاجتماعية. ثانيا هاد الإجراءات يمكن لنا نعتبرها واحد لبنة من اللبنات اللي قامت بها الحكومة الحالية والسابقة من أجل الإجابة على مجموعة من الإشكالات اللي كيعيشوها وكيعرفوها الشباب المغربي، ولكن هذا لا يمنع السيد رئيس الحكومة من أننا نتقاسم مع بعضنا البعض بعض هذه الإشكالات، ويمكن لنا أننا نتكلم أساساً على المشكل الحقيقي اللي اليوم كيعيشه الشباب، ولا السؤال العريض اللي كيواجه اليوم الشباب هو سؤال الأمل في المستقبل وسؤال الثقة في الدولة وفي المؤسسات والثقة في السياسات العمومية وقدرتها على أنها تكون جواب على الإشكالات والانتظارات ديال الشباب المغربي. وللأسف هذا سؤال الثقة وهذا سؤال الأمل هو اللي خلانا أننا كنشوفوا اليوم ظاهرة ديال الهجرة مع تسجيل الملاحظات ديالنا عليها، واليوم نشوء مجموعة من الحركات ديال الاحتجاج في مناطق يعني متعددة من التراب ديال الوطن ديالنا، وهذا اللي كيخلينا معنيين السيد رئيس الحكومة أننا نبحثوا جماعة على إجابات لهذه الإشكالات. وكنعتقد السيد رئيس الحكومة أن هاد السؤال ديال الأمل والسؤال ديال الثقة مرتبط أساساً بطبيعة المناخ السياسي الذي يجب أن يتوفر، لأنه اليوم المناخ السياسي والديمقراطي هو مدخل من المداخل الأساسية اللي يمكن لنا من خلالها أننا نحدثوا جو منطقة
لدى فائدة الشباب. وبهذه المناسبة كنسجلوا بارتياح يعني نسبة الانفراج اللي كيعرفها البلاد ديالنا، خاصة بعد الإجراءات اللي أقدم عليها صاحب الجلالة نصر الله من خلال يعني المناسبات الوطنية في الصيف المنصرم. ولكن هذا لا يمنع أننا محتاجين إلى جرعات سياسية أكبر لمواصلة الإصلاح السياسي والاقتصادي، واللي بالأساس خاص يكون الفاعل الحزبي معني فيه بشكل كبير. وكنعتقد أن السيد رئيس الحكومة أن المدخل الأساسي وأن الأحزاب السياسية يجب أن تضطلع بأدوارها الدستورية كاملة. إضافة إلى ذلك، اليوم من بين الأسباب اللي كتخلي الشباب ما يبقاش يثق في الفعل السياسي، وأشرتم سيد الرئيس إلى أن جاذبية العمل الجمعوي أكبر من جاذبية العمل السياسي، وأن للأسف اليوم كنشوفوا ناس كيتصدوا المشهد السياسي واللي هما متابعين في قضايا ديال الاختلاس ولا التدبير تبديد الأموال العمومية، وهذا كيعطي إشارة سلبية على الجاذبية ديال العمل السياسي. بالتالي اليوم حنا معنيين جميعا، لا أحزاب سياسية لا مؤسسات، باش أننا نمضيو في بناء هذا المناخ. السيد الرئيس سبق لنا وأن عبرنا في فريق العدالة والتنمية على أنه من بين المداخل الأساسية لاستعادة هذا الثقة هو المناخ السياسي كيف ما قلت. واليوم المغاربة مجمعين على الثوابت الدستورية الأربع. أحيانا نرى بعض التردد المتعلق بالاختيار الديمقراطي، واللي ما عندناش خيار إلا إن أننا نمضي فيه إلى النهاية، لأنه كيف ما سبق وعبرنا في فريق العدالة والتنمية، لا تنمية بدون ديمقراطية حقيقية، ولا ديمقراطية حقيقية إلا بأحزاب حقيقية قادرة على أن تقوم بوظائفها. لهذا السيد رئيس الحكومة، اليوم الشباب هو واحد الفرصة أو بالأحرى إمكان بشري يجب استثماره في مجال التقدم ديال البلاد ديالنا، وما يتمش التعامل معه على اعتبار أنه عائق في التنمية. بالعكس، خصنا نستثمروه بشكل إيجابي، والمدخل لهذا الاستثمار هو أننا نتجاوزوا النظرة القطاعية في التعامل مع قضايا الشباب، وتكون عندنا سياسة مندمجة عمومية تجاه الشباب اللي تقطع مع النظرة القطاعية كيف ما قلت، وتقطع مع النظرة اللي كتجعل من الشباب في الاحتياج دياله الترفيهي أو في الاحتياج دياله المرتبط بالوقت الثالث. سيد رئيس الحكومة، أيضا هذه مناسبة سيد رئيس الحكومة بس نأكدوا على أنه اليوم الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب اللي ما بقاتش غيتم الاعتماد ديالها، وكاين سياسة جديدة يجب الإصراع في هذه السياسة الجديدة. اليوم ما محتاجينش للتشخيص، ما محتاجينش نعرفوا المطالب ديال الشباب. اليوم الشباب حاضر وفاعل بشكل يومي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التعبير ديالو على الاحتياجات ديالو في واحد مجموعة ديال المحطات. بالتالي خصنا نمضيو في الاتجاه ديال أننا ننزلوا هذه الاستراتيجية على أرض الواقع. ولهذا كنت فاعلوا معكم السيد رئيس الحكومة بمجموعة من الاقتراحات. أولا، إن أي حديث على الفشل ديال النموذج التنموي هو بالأساس حديث على عدم قدرة هذا النموذج التنموي في إدماج الشباب صيرورة التنمية. لهذا أي تفكير في صياغة معالم نموذج تنموي جديد رهينة بالأساس بخلق مزاج عام مساعد على المستوى السياسي والديمقراطي والاقتصادي، وفي نفس الوقت جعل الشباب هو محور هذا النموذج التنموي. ثانيا سيد الرئيس، كنقترح عليكم التفكير في تبني قانون إطار للشباب يحدد مجموع تدخلات الدولة خلال هذه العشرية المقبلة. وكيف ما قلت السيد رئيس الحكومة، احنا في المرحلة ديال البيك بالنسبة للشباب، بالتالي خاصة تدخلات الدولة تكون مضبوطة ومؤطرة من خلال هذا القانون. ثانيا سيد رئيس الحكومة، ننوه بالمجهود المبذول على مستوى الخدمات الاجتماعية، وما غاديش نطول فيها لأنها كانت في المرحلة السابقة، سواء لا من خلال المناح يعني في الجزء الأول من الجلسة، لا من خلال المناح، لا من خلال برنامج تيسير، لا من خلال يعني من خلال مجموعة من الإجراءات. ولكن هذا ما كيمنعش السيد الرئيس أننا محتاجين إلى تطوير هذه البرامج وضمان سبل تنفيذ ديالها بحكامة، لأن كاين مجموعة من البرامج مهمة ولكن للأسف الأثر ديالها ما كيوصلش للشباب المعنيين بها واللي كتضيع في الطريق. لهذا خص آليات ديال تطوير السيد الرئيس. رابعا، نثير انتباهكم السيد رئيس الحكومة أن الاختيار ديال الاتجاه نحو المهنانة بكل تأكيد عنده الإيجابيات، ولكن راه عنده من السلبيات اللي خصنا ننتبهوا لها، وانه الزمن اللي كان كيقضيه الطالب داخل الجامعه ماشي هو الزمن اللي غيقضيه اليوم المتدرب في التكوين المهني. بالتالي غنكونوا في حاجه الى فرص شغل اكبر، واللي غيخلينا خصنا نديروا مجهود تنموي اكبر. ومن هذا الباب كنبغي ننبه السيد رئيس الحكومه لواحد الفئه من الشباب اللي هي ما موجوده لا في الجامعه لا في المدرسه لا في التكوين المهني، موجوده في الشارع.
واللي عندها احتياجات أكبر واللي هي أكثر عرضة للهشاشة والفقر، بل أكثر من ذلك. اليوم 80% من الساكنة السجنية هي ساكنة شابة، تالي هذه الفئة كتحتاج السيد الرئيس مجهود إضافي باش نعطيوها الأمل والثقة في البلاد ديالها أنها قادرة تستوعبها. على المستوى الاقتصادي السيد رئيس الحكومة فعلا بذلتوا مجهود كبير وفرتوا موارد مالية مهمة لمجموعة من المخططات، على رأسها مخطط تصريح صناعي والمخطط ديال الفلاحة، ولكن اليوم عندنا إشكال حقيقي في إدماج الشباب ديال العالم القروي. وكنعتقد السيد رئيس الحكومة أن المشكل في هذا الإدماج مرتبط بتعطر الدعامة الثانية في المخطط الأخضر، لأن الدعامة كان ممكن تكون السبيل ديال أن تخلي هذه الفئة من الشباب ينخرطوا وما يهاجروش من القرية إلى المدينة. لهذا نتمنى السيد الرئيس أن تستدرك السياسة الفلاحية، تستدرك السياسة الفلاحية الجديدة ما لم تتمكن الدعامة الثانية في المخطط من تحقيقه. ثم السيد رئيس الحكومة غادي نمشي مباشرة لواحد الفئة من الشباب اللي هم الشباب ديال التيرانات. هاد الفعل الشبابي خصو التطوير، وكنبغي نبه السيد رئيس الحكومة اليوم. شكرا للسيد النائب، شكرا لك، شكرا. الكلمة الآن للسيد النائب هشام صابري باسم فريق الأسرة والمعاصرة. لكم الكلمة سيد النائب. شكرا. سيد رئيس مجلس النواب، سيد رئيس الحكومة، سيدات والسادة أعضاء الحكومة المحترمين، قبل ما نبدأ المداخلة لابد أن أفتح قوس حول تصريح السيد رئيس الحكومة أثناء تدخله بخصوص كلمة الداعشية التي ورثت في تدوينته. أنا بكل صراحة فسمعتها وقريتها في الصحافة لأول مرة قلت بأنه ما يمكنش مصححهاش، يقدر تكون غير مزايدات، ولكن للأسف بعد ما أكدتها كيتبين لي بأنه خاصنا نراجعوا نديروا مجهود في مراجعة ديال كيف يتحمل المسؤولية من موقع كل واحد، لأنه الإخوان اللي تكلمت عليهم وعزتهم بالداعشية فهم ينتمون إلى صف حداثي ديمقراطي لا علاقة له بالفكر الداعشي. فما ثبت يوما سيد رئيس الحكومة أن حملوا فكرا داعشيا، ولما ثبت يوما أن الفكر الذي ينتم له أنه ساهم أو شارك لا في اغتيالات السياسية التي عرفها المغرب من اغتيال عمار بن جلون، اغتيال أي تلجيد بن عيسى، اغتيال معطيب ملي، وما ثبت يوما أن قيادتهم قالت أنها لن تسلمهم أخاها، كأننا في دولتين وكأننا في حروب والله أعلم. وأغلق القوس سيدي رئيس الحكومة، وأتمنى أن تراجعوا هذا المصطلح لأنكم رئيس للمغاربة بما فيهم هاد المستشارين، وشكرا. سادة النواب، سيد الرئيس، سادة النواب، من فضلكم نستمعوا لبعضنا. مانيش ملي تاخذ الكلمة جي يقول داك الشيء اللي بغيت. سادة النواب، لكم الكلمة. سيد النائب لكم الكلمة. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس من فضلك. سيد الرئيس. سي الأزامي من فضلك سيد الرئيس. سيد الرئيس من فضلك. لكم الكلمة سيد النائب، لكم الكلمة. شكرا. لكم الكلمة سيد النائب.
السادة النواب، السادة النواب، نقطة نظام للسيد الرئيس، نقطة نظام للسيد الرئيس، تفضل. شكرا شكرا. السادة النواب، السادة النواب، نستمعوا لبعضنا. السيد الرئيس لكم الكلمة في نقطة نظام. شكرا السيد الرئيس. السيد الرئيس، هذه جلسة دستورية تنظن بأنه الأخلاق تقتضي أن نحترم بعضنا البعض، لما يكون هناك من يتدخل فلنسمح له أن يتدخل بما يشاء. والسيد رئيس الحكومة راه يجاوب، حنا اليوم كنتوجهوا للسيد رئيس الحكومة ماشي لبعضياتنا البعض. شكرا. السيد الرئيس لكم الكلمة، ومن بعد السيد النائب. السيد الرئيس، ما كاينش بما يشاء السيد الرئيس، ما كاينش اللي يطلع للمنصة تما ويوصف ويبدا يتكلم على قضايا ويوصف الناس بالاغتيالات. إلا كان شي اغتيال هو الاغتيال ديال الديمقراطية اللي كان هاد المكون سيساهم فيه. أما أن يصف الناس بالاغتيالات فالمغاربة عارفين شكون تيغتال، لذلك فخص كل واحد يوزن الكلام ديالو ويعرف شنو يقول. لكم الكلمة، لكم الكلمة السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. لا لم لا أنعت. اسمح لي دقيقة السيد النائب إذا سمحت، أعطيو الكلمة للسيد عمر بلافريج. سيد النائب تفضل. شكرا السيد الرئيس. كنتأسف بأننا وصلنا كنتكلموا بحال هذه دورة ديال مجلس بلدي، ولكن هذا مع الأسف الشديد راجع حتى السيد رئيس الحكومة كيتصرف تكلم بحال كيدافع على مجلس بلدي. حنا في جلسة دستورية كنتكلموا كممثلين للأمة. شكرا شكرا لكم الكلمة. سكون كلمة نستمعوا. السادة النواب، السادة النواب، السادة النواب، السادة النواب، السادة النواب، السادة النواب، لكم الكلمة سيد النائب، لكم الكلمة، لكم الكلمة. سيد الرئيس، سيد النائب، سي بقرعي، خالد، من فضلك من فضلك. سيدنا لكم الكلمة، لكم الكلمة سيد الرئيس. سي مبديع، سيد رئيس، دابا كنفتحوا المجال بعد سيد سيد نائب، سيد نائب، من فضلك شوية نحترموا بعضنا البعض. تفضل تفضل سيد الرئيس. سيد الرئيس، كنفتحوا المجال لبعض السيدات والسادة النواب باش يبخصوا بعض المؤسسات. ما فهمتش علاش السيد النائب المحترم جبد المجالس البلدية وكأنها يعني كتسب في حق هذه المؤسسات. على زمان على زمان على زمان هاي مال المؤسسات، مؤسسات دستورية ديمقراطية كتشتغل من مكون من مكونات المؤسسات ديال الدولة المغربية، وما سبوا حتى شي واحد يمس بها. شكرا شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الرئيس. نوصلوا تدخل سيد، نوصلوا تدخل سيد النائب. لكم الكلمة. شكرا. لكم الكلمة سيد النائب، تفضل تفضل. سيد رئيس الحكومة المحترم، إننا نعاود اليوم مناقشة موضوع الشباب دون أن نبارح مكاننا عمليا تبعا للنقاش السابق مع الحكومة في نفس الموضوع، ونؤكد لكم مرة أخرى أنه لا يمكن أن تستقيم أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية عامة بدون التوظيف الأمثل لإمكاناتها وجعل الشباب في صلب اهتمام داخل كل البرامج والمشاريع. لذلك أصبح مطلب التدخل مطلبا مجتمعيا استعجاليا ليقدم إجابة إجرائية ناجعة لانتظارات مجتمع بكل فئاته وشرائحه، لتطلعات الشباب مختلف أعمارهم وانتماءاتهم الاجتماعية الذين وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق بعدما أن أنهكتهم سنوات غير يسيرة من التهميش، وبعدما أن جفت حناجرهم في المظاهرات والاحتجاجات، بعدما أن اعتقل من اعتقل ومات منهم من مات وغرق في البحر من غرق،
والآن سيد رئيس الحكومة في هذه اللحظة اللي احنا كنناقشوا فيها احتجاجات ومسيرة في الدار البيضاء للأساتذة المتعاقدين الذين تلقوا وعودا من طرفكم، وصرح وزير من حزبكم بخصوص تسوية ملف التعاقد ولم نرى أي شيء إلى اليوم. سيد رئيس الحكومة، من سخرية التاريخ أنه من داخل هذه القاعة وعلى مرأى ومسمع المغاربة دائما ما تزايدتم على أنفسكم وعلى الكل أن حكومتكم اجتماعية بالدرجة الأولى، وكانت كل خطبكم تنصب على إيلاء الشباب أهمية خاصة، بل وتقدمون وعودا بوضع حلول وإجابات عملية لقضايا ومشاكل الشباب. ولقد تأكدنا وتأكد المغاربة دون شك أنكم نجحتم بشكل منقطع النظير في إنتاج الكثير من الكلام، وكرستم استنفاد منسوب الثقة بين الشباب والمؤسسات. وفي معرض مداخلتكم سيد رئيس الحكومة أنه تناولتم مجموعة من القطاعات فلم تشيدوا بأرقام حقيقية وإنجازات إلا بالنسبة لقطاع واحد، رغم أن الوزارة فيها 40 وزير. سيد رئيس الحكومة، إننا نؤكد لكم من داخل فريق حزب الأصالة والمعاصرة أن سياسة التشغيل هي المؤشر الأساسي الدال على عافية مجتمعنا المغربي، وهي بوصلة ثقة الشباب في بلادهم، وهي الأرضية التي تتيح للمواطنين خاصة منهم الشباب الإحساس بمكانتهم عندكم والتمتع بحقوقهم والإسراع إلى تنفيذ واجباتهم بناء على مبدأ ربط الحقوق بالواجبات، وتقوي قناعتهم بالانتماء لهذا الوطن والدفاع عنه بدون تردد، وترسخ إحساسهم بالكرامة الإنسانية، إذ لا كرامة بدون تشغيل سيد رئيس الحكومة، وأقولها وأكررها، لا كرامة بدون شغل. إن موضوع مراجعة السياسة المتبعة في مجال التشغيل اليوم بشكل جذري ينبغي أن يؤطر بمبدأ فسح المجال للشباب من أجل الاستفادة من التوزيع العادل للثروة وتشجيع الإنتاج والحق في الوصول إلى المناصب بالتساوي، إلى المناصب المحدثة عبر مبدأ تكافؤ الفرص. وهنا بلا ما نفتح قوس، لقد أسهمت الصحافة وكتبات الكتبات حول ما حول وارك، عارفني علاش. سيد رئيس الحكومة، نسائلكم اليوم من يتحمل مسؤولية الواقع المرير الذي وصل إليه حال الشباب ببلادنا؟ ولعل خير دليل على مرارة هذا الواقع هي الأرقام المفجعة التي سوف أتطرق إلى جانب منها. نسبة البطالة 26.5 من بين الذين تتراوح أعمارهم 15-24 سنة، مع معدل وصل إلى أكثر من 42% في المدن، و 74.4 من حاملي الشهادات معطلين منهم. بمعنى، وهنا أتساءل مع المغاربة حول من مسؤول عن رسم السياسة التعليمية لبلادنا، ومن وضع هذه المناهج التي لا تتلائم مع متطلبات سوق الشغل، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل توجيه أبناء الشعب لدراسة ما يتطلبه سوق الشغل؟ بالله عليكم سيد رئيس الحكومة، ما مصير الطلبة خريجي شعب التاريخ والجغرافية واللغة العربية واللسانيات والجيولوجية ما عدا الالتحاق بسوق العطالة أو بشيش العطالة كما يحلو للبعض أن يسميه؟ ولقد تبخرت كل الأحلام وسقطت جميع الأقنعة عن الوجه البشع للقرارات المتخذة من طرفكم. ولا نعتقد أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت صياغته من زاوية التقني بعملية زائد هنا وناقص هناك يتم استنساخه لمدة 7 سنوات حاملا نفس العلل والتشوهات، غير قادر على تنفيذ استراتيجية عملية لفائدة الشباب، كما دعت إلى ذلك توجيهات صاحب جلالة لتحسين أوضاعهم وتوسيع مشاركتهم في التنمية الوطنية. سيد رئيس الحكومة المحترم، اعتبارا منا كون الشباب داخل المجتمع غاية في ذاته وليس ورقة للمزايدات السياسية، نرصد لكم بعض الأرقام متعلقة بهذه الفئة صادمة للغاية، وهي أرقام صادرة عن تقارير مؤسسات الوطنية. عدد الشباب العاطلين وغير متواجدين بالمؤسسات التعليمية بلغ 1,700,000 شاب تقريبا. فينا هما السيد رئيس حكومة؟ ما كاين رئيس حكومة، ما كاينش في مدارس، ما خدامينش، عانوا من الهدر المدرسي، ولكن ما مصيرهم الله أعلم. كيف تفكرون في وضعيتهم الله أعلم. شكرا لسيد النائب. باسم فريق التجمع الدستوري، الكلمة لسيد النائب خالد شناق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة أعضاء الحكومة المحترمين، زميلاتي زملائي النواب المحترمين، ونحن نتناول موضوع الشباب. اسمحوا لي أن أترحم على أرواح مجموعة من الشباب اللي توفوا اليوم، عدد ديالهم 6 لفريق اتحاد طنجة اللي توفوا في حادثة سير. نسأل الله لهم الرحمة وتعازينا الحارة لأسرهم. السيد رئيس الحكومة المحترم، أنصت باهتمام شديد لكل ما تفضلتم به حول السياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب. وقبل أن أخذ في صلب الموضوع، لا بد أن أقف لحظة عند خطابة التيئيس والعدمية من اللي ولينا كنشوفوا اليوم في المجتمع من قبيل البلاد كحلة والبلاد مشات وحلوا لنا الحدود دخول البلاد، إلى غير ذلك من خطابات هدامة تضرب بشكل مباشر في مؤسسات الدولة ورجالاتها وتحبط شبابنا وترسم له صورة قاتمة عن مستقبل البلاد. هذه المسألة اليوم تسائلنا جميعا سيد رئيس الحكومة، لا بد من الوقوف على أسباب دير هذه الخطابات. نشجب ونستنكر بشدة هذا النوع من الخطاب الذي يندر بخطر السلم الاجتماعي، وهنا وجب التنويه بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة، وتجدر بنا الإشارة إلى أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، وأننا في سكة الصواب، خاصة الإشكال عند اليوم خاصنا نشتغلوا في التدبير الجيد والحكامة ونجاعة الأداء. وجميل جدا اليوم نشوفوا مجموعة من المكونات السياسية ولات كتهضر على هذا زرع الثقة والأمل خصوصا في صفوف الشباب. فبلدنا له من الإمكانات والموارد ما يسمو به لمصاف الدول المتقدمة، لكننا نعاني السيد رئيس الحكومة، بغيتكم تسطروا عليها مزيان، من أزمة قيم وحكامة وإبداع. كما تعلمون وكما يؤكد عليه الجميع، الشباب يشكل كتلة وازنة من المجتمع المغربي ويمثل أزيد من 34% من اللي عمرهم يتراوح ما بين 15 و34 سنة، ويشكل ثروة حقيقية وقاطرة اقتصادية واجتماعية وثقافية. في مثل هذا اليوم السيد رئيس الحكومة، من السنة الماضية أجبتم على نفس السؤال داخل هذه القبة المقارة. بغينا نعرفوا اليوم المنجزات العملية والأثر ديالها على الشباب من خلال هذه السنة. نسائلكم بالخصوص سيد رئيس الحكومة عن ميثاق الشباب بين الدولة والجهات 2018-2022، ومآل البرامج والتعاقدات الجهوية في اتجاه تفعيل دور الجهوية المتقدمة في مجال التشغيل وتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. لا نخفي عليكم السيد رئيس الحكومة الشعور بالقلق شديد وبالغ إزاء وضعية الشباب في المغرب، وهنا لا بد من ننبهوا بهذه المسألة اللي ولينا كنشوفوا من جديد في المجتمع ديالنا، ألا وهي موضوع الهجرة السرية. تسائلنا اليوم جميعا لا بد من الوقوف على الأسباب وراء هذه الظاهرة المخيفة. عندنا معطيات اليوم السيد رئيس الحكومة وأرقام مخيفة جدا. أزيد من 270 ألف شاب يغادرون التعليم كل سنة. نسبة البطالة بلغت 20% بين الشباب من 15 إلى 24 سنة. 75% من الشباب لا يتوفرون على تغطية صحية، و1% من الشباب منخرط في حزب سياسي أو نقابة. والخطير أن أكثر من 6.4 مليون شاب اليوم في وضعية هشاشة. هذه إحصائيات جاءت في الأرضية من أجل بلورة سياسة مندمجة للشباب اللي جت بها وزارة الشباب والرياضة، واللي بالمناسبة كنوهوا بالجرأة والشجاعة ديال وزارة الشباب والرياضة لإعطاء هذه الصورة الواقعية على أوضاع الشباب اللي هي جزء من الحل، وكنوهوا كذلك بالمجهودات اللي كتقوم بها وزارة الشباب والرياضة. هذا مشكل جميع سيد رئيس الحكومة، لا بد من تضافر جهود الحكومة كاملة للنهوض بأوضاع الشباب كما جاء في البرنامج الحكومي. على ما يبدو واللي كيظهر لي أن الإشكال الحقيقي لمشكل الشباب هو منظومة التربية والتكوين التي لا تؤدي دورها في تأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب. نشيد في هذا الجانب القانون الإطاري للتربية والتعليم اللي بصدد المناقشة دياله في اللجنة، ولكن السيد رئيس الحكومة خاص التسريع والتنزيل ديال المضامين دياله في أقرب وقت، ولا مجال للخطأ فيه. والخطأ في هذا المجال سيكون جد مكلف وإلا ما أقول قاتلا. نتمين مجهودات الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2019، خصوصا في الرفع من الاعتمادات المالية للقطاعات الاجتماعية وخصوصا التعليم في ظل الظرفية والإكراهات الاقتصادية
وخصوصا فيما جاء فيما يتعلق ببرنامج تيسير ومحاربة الهدر المدرسي. في جانب تشغيل فكرة المقاول ذاتي السيد رئيس الحكومة فكرة ممتازة. عندنا اليوم بين 40,000 و60,000 مقاول ذاتي. بغينا نعرفوا السؤال المطروح، بغينا نعرفوا الوزن ديالهم الحقيقي في الاقتصاد الوطني، الرقم ديال المعاملات ديالهم، نسبة التأطير ديالهم، المردودية ديال المشاريع ديالهم في الاقتصاد الوطني. بغينا نعرفوا حصيلة والتقييم ديال هذا الورش المهم. إحداث طبقة وسطى قروية من خلال توجيهات سامية لصاحب الجلالة في الخطاب الأخير، لا بد من أنها ستوفر سبل العيش الكريم وستخلق أنشطة جديدة مديرة لفرص الشغل والدخل، سيما لفائدة الشباب على توزيع 1,000,000 هكتار على صيغان الفلاحين. هذه ورشة كبيرة إلى جانب مخطط الأخضر اللي أعطت فرصة كبيرة للشباب وخصوصا شباب العالم القروي اللي كيعيشوا واحد التهميش وواحد الإقصاء كبير واللي ما استفدوش من التنمية في البلاد، خصوصا ما عندهم شواهد مدرسية أعطتهم فرصة كبيرة باش ينشؤوا تعاونيات فلاحية ومشاريع مديرة للدخل. كنشيدوا بهذا المخطط وهذا هو الابتكار والإبداع اللي خص يكون عندنا السيد رئيس الحكومة، لأن اليوم عندنا أزمة إبداع وابتكار. شكرا للسيد نائب، شكرا. الكلمة الآن للسيد نائب عمر عباسي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس، سيد رئيس الحكومة، سيد وزير الدولة، السادة الوزراء، السيدة الوزيرة، السادة النواب والنائبات، في الحقيقة سيد رئيس الحكومة لا يمكن إلا أن ننوه بداية بكل ما تضمنه جوابكم الإجراءات التي قامت بها بعض القطاعات الحكومية، ولكن دعوني أؤكد على أنه جلالة الملك يوم 13 أكتوبر في خطابه السامي أمام البرلمان دعا إلى تسمية الأمور بمسمياتها، وهذه منهجية تختلف كثيراً على منهجية التيئيس والعدمية. سيد رئيس الحكومة، صحيح أن هذه جلسة دستورية لمساءلتكم، ولكنها أيضاً فرصة لنا في الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية للتعبير على عديد من القضايا التي تهم عدة مؤسسات في بلادنا. أولاً، نتحدث اليوم على موضوع الشباب في سياق أزمة سياسية، أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية. السيد رئيس الحكومة، أزمة سياسية فيها الثقة في المؤسسة تتراجع بشكل كبير جدا، أزمة اقتصادية كبيرة جدا، أزمة اجتماعية مظاهرها بينة للعيان. وعودة الخطاب اليوم حول الشباب، مرده بالأساس أنه الشباب المغربي كسر جدار الخوف وأصبح يعبر اليوم، يعبر في الفيسبوك، يعبر في الملاعب، يعبر في عدة فضاءات. أنا كان بغي نذكر السيد رئيس الحكومة وهو يعلم هذه القضايا بشكل جيد، بأنه قضايا الشباب المغربي اليوم هي التشغيل وهي التعليم وهي الصحة وهي تكافؤ الفرص والمساواة وهي الهوية والقيم ضد الاستلاب الثقافي وهي قضايا الجريمة والعنف وهي إشكاليات الهجرة وهي أيضاً ثقة في المؤسسات. سيد رئيس الحكومة، هذه فرصة أيضاً لنؤكد على أنه يجب على الحكومة أن تضمن للشباب المغربي حقه في أن يعبر على آرائه بحرية، حقه في حرية التعبير وفي الاحتجاج السلمي المشروع، ولكن أيضاً هذه فرصة لنا لنؤكد على أنه سقف هذا الاحتجاج هو ثوابت البلاد ومقدساتها. لذلك نرفض وندين أي مساس سواء بعلمنا الوطني أو بهذه الثوابت في أي احتجاجات. سيد الوزير، سيد رئيس الحكومة عفواً، صحيح أن هناك العديد من المطالب الاجتماعية، ولكن مطالب الشباب المغربي أولاً وأخيراً دائماً هي الديمقراطية، وسبق السيد نائب أن أشار إلى هذا الكلام سنة 2011، واليوم كما الأمس هذه قضية مهمة جداً وهي قضية الديمقراطية. والديمقراطية ليست مفهوم هلامي، هي مضامين، هي أحزاب حقيقية، هي القطع مع الريع ومع الفساد التي وعدتمونا بأنكم ستسقطونه، هو الإنهاء مع الريع ومع الامتيازات. أيضاً مطالب الشباب المغربي اليوم هو التوزيع العادل للثروة، هو ما نسميه في حزب استقلال
التعادلية الاقتصادية والاجتماعية. سيظل كل هذا الكلام حبر على أوراق إذا لم يتم هناك مجهود كبير لتوزيع عادل للثروة عبر إصلاح ضريبي حقيقي وعبر توزيع عادل الاستثمارات العمومية في بلادنا. سيد رئيس الحكومة، نعتبر بأنكم تهدرون زمن الإصلاح، مع كل تقدير لبعض المجهودات المبذولة، ولكن منذ خطاب 13 أكتوبر صاحب الجلالة الذي دعا إلى نموذج تنموي جديد وسياسة عمومية مندمجة إلى اليوم، يعني مع كامل الأسف رغم أنكم يعني أشرتم إلى مضامين هذه السياسة المندمجة، ولكننا لا نتوفر على أي وثيقة. سيد رئيس الحكومة، سبق أن نبهناكم إلى وضعية مأساوية يعيشها الشباب عموما والشباب في المناطق الحدودية على وجه التحديد، ووجهنا إليكم مذكرة بهذا الخصوص، أعتقد أنكم لم تجدوا الوقت بعد لقراءتها، ولكن تنبه إلى وضع يعني من بوعرفة حتى الزقورة هناك أوضاع مأساوية في الشريط الحدودي. سيد رئيس الحكومة، نعتبر أيضا بأن هناك نوع من الارتجالية، لأنه كانت واحد المجموعة المبادرات اللي هي مهمة، ولكن كان من المفروض أن تأتي في إطار هذه السياسة العمومية المندمجة، وأن يتم الإعلان ويعني ونشر هذه الوثيقة بما فيها قانون الخدمة العسكرية، واللي الحكومة نعتبر بأنها لم تقوم بأي مجهود تواصلي لشرح مضامينه. أيضا المناظرة التي دعا جلالة الملك إلى تنظيمها بخصوص تشغيل هذا عمل مهم جدا، ولكن كانت سألوا أن هذه المناظرة عمليا تنظيمها يعني أنه المخطط الوطني للتشغيل يجب أن يعاد فيه النظر، أو أنه وضع بدون رؤية، أو أنه يعني مجرد تجميع لسياسات قطاعية. هذا ما نعتبره، ونعتبر بأنه من المفيد حضور الشباب وحضور المنظمات الشبابية في هذه المناظرة اللي غادي تنظم. أيضا هذه اليوم فرصة لإعادة التأكيد على أنه يجب تفعيل هيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور، والتي قيل لنا سنة 2011 بأنها أحد معالم تحول دستوري كبير بما فيها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والتي صدر يعني القانون المنظم له. سيد رئيس الحكومة، يمكن وانتم تتحملوا مسؤولية هذه 7 سنوات وليست سنتان. الحزب الذي يقود الحكومة وجزء كبير من الأحزاب المكونة الأغلبية، يمكن لكم أن تمروا من تمرين صناديق الاقتراع ومن حكم صناديق الاقتراع، ويمكن أن تمروا من حكم. شكرا للسيد نائب. شكراً لسيد نائب. باسم الفريق الحركي، الكلمة لسيد نائب الحسن السكوري. شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. بداية أشكركم السيد رئيس الحكومة على ما تفضلتم به في جوابكم حول قضايا الشباب التي أصبحت تشكل الجزء الأهم من قضايا المجتمعات المعاصرة على اختلافها وتنوعها وتوجهاتها. إن هذه الفئة العريضة من المواطنين والتي تحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة تعتبر أكثر الفئات الاجتماعية تأثراً بالواقع ومتغيراته. ومن هذا المنطلق وسعيًا لتحصين شبابنا من الانكماش والانغلاق مع عالمه الافتراضي وحمايته من الانجذاب نحو أفكار التطرف وسلوكيات والعنف والهجرة، لا بد من إتاحته الفرصة للارتقاء بالقيم الإنسانية من خلال المشاركة والانفتاح والتشبع بأسس الهوية الثقافية المغربية المبنية على الاعتدال والتعايش وتدبير الاختلاف. فلا مكانة السيد رئيس الحكومة اليوم وفي القرن 21 لدول وشعوب لا تستثمر في شبابها كثروة حقيقية وكفرص للتنمية والتقدم. السيد رئيس الحكومة، بالرغم من كون المغرب عرف إصلاحات جوهرية في كل الميادين واعتمد أوراش واستراتيجيات قطاعية خلقت ديناميات نموية يقر بها الجميع، فإن الاستفادة والآثار
لم تشمل بصفة عادلة العديد من الفئات المجتمعية والمناطق المعزولة والهشة والمجالات القروية والجبلية التي لا زالت تعرف نقائص عدة وعجز كبير على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وسكن لائق وطرق معبدة، ناهيك عن البنيات والتجهيزات المستهدفة للشباب. فهناك السيد رئيس الحكومة 1,685,000 شاب وشابة المتراوحة أعمارهم ما بين 15-24 سنة على المستوى الوطني لا يعملون ولا يتابعون دراستهم ولا أي تكوين، مع العلم أن شباب المناطق القروية والجبلية متضررين أكثر من هذه الآفة. ونعتبر أن معضلة بطالة الشباب هيكلية ويجب معالجتها كظاهرة متعددة الأبعاد تهدد بصفة أو بأخرى الاستقرار الاجتماعي. سيد رئيس الحكومة، تكتسي قضايا الشباب كما تعلمون طابعا أفقيا يستلزم التقائية التدخلات، وهي أيضا شأن محلي بامتياز يتطلب المعالجة في القرب. لذلك نرى في حزب الحركة الشعبية وعلى مستوى المقاربة أن الرهان في أفق بلورة النموذج التنموي الجديد يتطلب التركيز في توجهاته على البعد الجهوي المدعوم بلا مركزية قطاعية فاعلة لضمان اندماجية السياسات والاستراتيجيات والمخططات التي ترم إدماج الشباب على كل المستويات ومن خلال جل المداخل المتاحة من دعم فرص الشغل وملائمة التكوين لمتطلبات الشغل والولوج إلى الخدمات الأساسية الضرورية وتقوية الكفاءات والقدرات والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة إلى آخره. وفي هذه المنحة السيد رئيس الحكومة، نامل أن يكون لديكم تصور واضح وبرنامج محدد للتفعيل الحقيقي لاندماجية والتقائية السياسات العمومية المستهدفة للشباب. وماذا عن تنزيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مع ضرورة تعبئة الهيئات الجهوية المختصة بدراسة القضايا المتعلقة بالشباب الواردة في المادة 117 من القانون التنظيمي للجهات. كما نسائلكم سيد رئيس الحكومة، وقد جاء ذلك في تدخلكم، عن أجندة تنزيل برنامج اللجنة الوزارية للتشغيل المصادق عليه منذ 7 أشهر والموقع من طرف القطاعات الوزارية المعنية وجمعية جهات المملكة والاتحاد العام للمقاولات المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لسيد النائب. باسم الفريق الاشتراكي، الكلمة لسيد النائب سعيد بعزيز. شكرا سيد رئيس، سيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، والسيدات والسادة النواب المحترمين. لا أحد يجادل سيد رئيس الحكومة في كون الشباب فاعل أساسي في بناء المجتمع، وقاعدة مهمة في تحقيق تنمية مجتمعية حقيقية، وبالتالي فأي تنمية هي هينة بالاستثمار في المال البشري. هذا المال البشري اللي المحور الأساسي دياله هو الشباب، ومن أجل الاستثمار في الشباب لا بد من التركيز على التربية والتكوين والتحفيز في هذا المجال وربطه بسوق الشغل. سيد رئيس الحكومة، الشباب المغربي اليوم ما بقاش في حاجة إلى خطاب الأمل، الشباب المغربي في حاجة إلى خطاب العمل، إلى تنزيل البرامج تنزيلا ملموسا على أرض الواقع. فاليوم اسمحوا لي سيد رئيس الحكومة، إلا كنا كنتحدثوا على غياب الثقة لدى الشباب، فالغياب يبدأ من البرامج الانتخابية اللي تتوزع في الحملات الانتخابية على أساس أنه توجد حلول لكل شيء، ومن تتوصلوا للحكومة يكون تراجع في أول تراجع في البرنامج الحكومي، وكتخرج 5 سنين بدون جدوى، وكنقولوا بأن هذا تراكم للحكومات السابقة. فإذا كان فعلا تراكم للحكومة السابقة فأنتم جئتم على رأس هذه الحكومة من أجل تحلوا ذوك المعضلات، وإلا ما قديتوش قولوا الشعب المغربي، قول لهم ما قديناش باش نرجعوا الثقة فعلا في المؤسسات ديال البلاد، ما يكونوش البرامج في اتجاه وحنا في اتجاه. أنا لن أسكت، أنا سأقول كلمتي هاته. ف
فالسيد رئيس الحكومة اليوم كاين هيمنة ديال البطالة طويلة الأمد، اليوم كاين في المقاولات عقود بدون غير مكتوبة، شباب يشتغلون بدون عقود، اليوم كاين تهدي الأوضاع في الوسط القهاوي وفي الهوامش الحواضر، اليوم كاين هجرة من القرى إلى هوامش المدن، من الوطن إلى خارج أرض الوطن. وبالتالي فإحنا السيد رئيس الحكومة أتمنى أن تنصت إلي على أساس. السيد رئيس الحكومة، الوقت السيد رئيس، السيد رئيس الحكومة، الشباب طاقة بشرية هائلة ولكن تواجه مصير شبه مجهول، واللي اليوم خص فيه حلول عملية دقيقة. إذا كنتوا تتحدثوا بأنكم واعون بالإشكالات فخص الإشكالات تم الحل ديالها. أنتم الآن تتحدثوا على سياسة مندمجة جديدة، سياسة جديدة مندمجة للشباب. هذه سنة وإحنا اليوم عاد كنتسمعوا بأنه كاين إجراءات. تتحدثوا أيضا على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. تنشف الجائزة 118 يعني 2018 يعني سنة وما زلنا تفعش السيد رئيس الحكومة. سمحوا لي، وحتى السياسة المندمجة الصيغة باش جبتوها هنا ماشي مندمجة. تقولون بأنه تكلف القطاع الوصي، ما خصوش يتكلف القطاع الوصي، خص تكلف لجنة تحت إشرافكم. وتقولون بأنه هناك قطاعات تشتغل وأن هناك لجنة خاصة للحكم يترأسها رئيس الحكومة. هذا رئيس الحكومة خصو يترأس اللجنة ديال التنسيق والاندماج بين البرامج باش نمشيو ببرنامج مندمج للمغاربة. وتتقولوا بأن عندنا استراتيجيات وطنية، استراتيجيات تشغيل وتكوين مهني. هذيك استراتيجيات أصلا إلا حطيتها الآن في أرض الواقع ما غاديش تعطيك سياسة مندمجة، لأن كاين تضارب، كاين تضارب في قطاع واحد غير بين التكوين والتعليم، كاين تضارب في من يلج إلى التكوين ومن لا يلج. وهذا خصنا فيه اندماجية. هنا فين بغينا سياسة مندمجة السيد رئيس الحكومة. سنة من زمان على الإعلان على سياسة جديدة مندمجة فيها هذا 18 يناير 2018 لما صدر ونشر القانون ديال المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في جائزة رسمية فيه هذا. وبالتالي فنحن اليوم شكرا للسيد النائب، شكرا شكرا. الكلمة الآن باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية للسيد النائب سعيد الزيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وذلك في إطار مناقشة موضوع إدماج الشباب، وهو موضوع ذو رهينية باعتباره يهم فئة مجتمعية عريضة لم تنل حقها من التنمية والثروة الوطنيتين، وهي الاختلالات التي أبانت عن محدودية النموذج التنموي لبلادنا الذي أفرز مع الأسف تفاوتات اجتماعية ومجالية. السيد الرئيس، إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تضع نقطة نظام كبيرة عن شريحة حساسة من مجتمعنا تقدر حسب بعض الاستطلاعات والبحوث بثلاثة مليون شاب وشابة في سن حرجة ما بين 18 و 25 سنة. نسائلكم سيد رئيس الحكومة عن الإجراءات العملية الملموسة المستعجلة وعن المبادرات العمومية القادرة على احتوائها وجعلها طاقة منتجة حتى لا تتحول إلى طاقة سلبية وعنوانا للانفلات والانحراف الأمني والاجتماعي. وسوف لن نبالغ إذا ما قلنا بأن هناك اليوم مؤشرات حالة الاحتقان الاجتماعي والذي من تمظهراته تفاقم هجرة الطاقات والهجرة غير القانونية للشباب الذين نعتبر أنهم الأكثر عرضة للإقصاء الاجتماعي، مما يولد لديهم شعورا بانعدام أي إمكانية للتأثير في القرار التي تهم حاضرهم ومستقبلهم، ما يفتح المجال واسعا أمام
العفوية والتعبيرات الذاتية غير المؤطرة مما تنطوي عليه من مخاطر على الجميع. وما الواقع والأحداث المأساوية التي عشناها مؤخراً مثل وفاة الشابة الطالبة حياة وهي تغامر بحياتها بحثاً عن فضاء عيش أفضل، ومن قبيل وفاة صابر وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يحتج إلى جانب زملائه من أجل الكرامة الإنسانية، إلا مؤشرات أخرى عن حالة الاحتقان الاجتماعي. السيد رئيس الحكومة، لقد أكد جلالة الملك على ضرورة إرساء استراتيجية مندمجة للشباب، والقناعة حاصلة اليوم لدى الجميع بضرورة الاهتمام بالشباب وتبني البرامج النوعية والمندمجة التي من شأنها تلبية تطلعاته في مختلف المجالات، مع ما يلزم ذلك من ضمان التقائية السياسات العمومية المستهدفة لهذه الفئة. سيد رئيس الحكومة المحترم، نحثكم على الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وتنصيب أعضائه وعضواته من أجل القيام بأدواره والمساهمة في بلورة تصوراته حول إنجاح استراتيجية وطنية لإدماج الشباب، استراتيجية بمضامين محددة ودقيقة ومنتجة. ونحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ندعوكم لجعل سنة 2019 سنة فرص الشغل للشباب، وشكرا. شكرا للسيد النائب. سيد رئيس الحكومة، لكم الكلمة للرد على تعقيبات السيدات والسادة النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. أنا كان أكد على ما قاله عدد من السادة النواب من أن المناخ السياسي مؤثر في جو الأمل، في جو الثقة، في النظر بإيجابية إلى المستقبل، وهي مسؤوليتنا جميعا أن نوفر هذا المناخ السياسي. ولكن باش غادي نفروه؟ غادي نفروه بفاعل حزبي ذو مصداقية وكيدير وكيتصرف سياسيا تصرف سليم وتصرف حضاري، سواء كان في الأغلبية أو كان في المعارضة، وأيضا بتعزيز مسار الحرية وتعزيز الديمقراطية وبالتنمية. وبالمناسبة أنا أوافق السيدات والسادة النواب على أنه التنمية والديمقراطية متلازمتان، وأنه لا تنمية إلا بديمقراطية وبتطور ديمقراطي. لكن كأقول للسيد النائب المحترم سيد الرئيس، كنقول له لتخذك بلا ما وقع في مدينة الرباط وفي المجلس الجماعي، خصنا غير نتفقوا على الإدانة ديالو. لذلك لأني أرجو ألا أن كلامكم لا يعني أنكم توافقون على ما وقع. فإذا اتفقنا على الإدانة أنا ما عندي مشكل، سمي اللي بغيتي، لأن هذه مظاهر يجب أن لا تتكرر، لأنها تشوش وتشوه، وهذا من المظاهر اللي كتخلي المواطنين والشباب ينفروا من العمل السياسي، لأن ما بقاش قواعد، ما بقاش نظام، ما بقاش قانون، وربما قبل ذلك ما بقاش التزام بالدستور. فلذلك أرجو أن تضعوا وصفا لما وقع، ولكن أن توافقوني على إدانة هذا الشيء، ونتمنى على الله ما يتكررش وما يكونش وما يجيش في أي مؤسسة أخرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التوزيع العادل للثروة. أنا متفق معك السيد نائب المحترم اللي هضر عليه، مزيان التوزيع العادل للثروة، أنا متفق. ما بغيتش نقول واحد الكلمة، بغيت نقول للسيد أنتم في الفريق ديالكم الحزب ديالكم والحزب ديالنا، نجمعوا هذه الثروة ديالنا ونقسموها بجوج ونديروا التوزيع العادل غير بيناتنا. أنا أظن بأن مشروع قانون المالية الحالي جاء بعدد من الإجراءات، شتك وافقتي أنا متفق معك، نديرو حتى أنا ما كاين مشكل، حتى أنا متفق. التوزيع العادل أظن بأنه الإجراءات اللي جبنا واللي تحددت عليها في السؤال الأول المرتبط بالسياسة الاجتماعية، السياسة الاجتماعية ديال الحكومة فيها عدد من العناصر كلها تسير في اتجاه
توزيع العدل للثروة. عندما نضع على المقاولات في مشروع قانون المالية الحالي ضريبة مساهمة، مش ضريبة، هي مساهمة تضامنية 2.5% للأرباح ديال المقاولات اللي هي تفوق الأرباح ديالها 50 مليون درهم، ثم ستوجه 40 مليون درهم ثم ستوجه لدعم هذه البرامج الاجتماعية وتقويتها. هذا جزء من التوزيع العادل للثروة. طبيعة الحال ما نكرش أنا نديرو مزيد من الجهود، وكنشكر المقاولات والاتحاد العام لمقاولات المغرب اللي قبل، لأن هذا تم بالتشاور معه، اللي قبل تكون هذه الإجراءات، وكان حياة المقاولات اللي هي مقاولات مواطنة، ولكن عرفوا بأن هناك توزيع عادل. عندما أدخلنا عدد من الإصلاحات الجبائية اللي كتخفف على المقاولة الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيض الضريبة على الشركات من 20 إلى 17.5% بالنسبة للشركات المتوسطة اللي عندها رقم، اللي عندها أرباح من 300 ألف درهم إلى 1 مليون درهم، فهذا يدخل في هذا أيضا، فهو يساهم في هذا. وعدد من الإجراءات على المستوى الجبائي والإجراءات على المستوى الاجتماعي في قانون تسير في هذا الاتجاه، وإحنا ما نكرهوش، ندعموا هذا الشيء أكثر باش نمشيه في اتجاه هذا التوزيع الأكثر عدالة للثروة. وأنا متفق معهم على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، لكن أريد أن أؤكد مرة أخرى داك الشيء اللي قلت، راه الاختلالات ديال اليوم راه جات من البارح، ما خصناش نغطيو الشمس بالغربال، جات من البارح. صحيح تضعفت عليها اختلالات أخرى، ولكن نعطي غير مثال واحد. حنا كنقولوا على الشباب الذين لم يتلقوا تعليما كاملا حقيقيا ولا تكوينا ولا الآن هم في العمل، هادو منين جاوا؟ وأيضا نتحدث عن الأمية، 8 مليون ديال الأميين، منين جاوا هادو؟ من جاوا من السنوات التي كان فيها مغادرة الدراسة يبلغ 400 ألف، 450 ألف إلى 500 ألف شخص. ونقول بأن 2009 450 ألف تلميذ اللي غادوا للمدرسة. اليوم صحيح باقي نحن نتألم لأن عندنا 270 ألف لا يزالون اليوم يغادرون المدرسة سنويا اليوم، ولكن منذ ذلك الحين إلى اليوم قلصنا ب 50% تقريبا، وهذا واحد رقم معتبر نكرهوش. احنا غدا نقضيو على هذا الشيء، فلذلك أنا أعلنت وقلت بأن الأولوية التعليم ليس فقط من خلال الميزانية، ولكن من خلال حتى البرامج العملية اللي درت لرفع جودة التعليم ولتخفيض هذا الهدر المدرسي. وخصنا نتعاونوا جميعا على هذا الشيء، خصنا نتعاونوا جميعا، ولكن دار واحد جهد معتبر غير مسبوق في هذا المجال، وان شاء الله غادي يكون النتيجه ديالو والتاثير ديالو في السنوات المقبله. اذا هذه القضيه خصنا، وايضا التكوين المهني، التكوين المهني الان كاين دعم ديال التكوين المهني، لان احنا حاسين فعلا كما في كعديد من الدول اللي تحولت الى الصناعه عطات التكوين المهني واحد اهتمام كبير. لما كتعرفوا في التكوين المهني في ألمانيا الدور ديالو ماشي بحال دول أخرى مجاورة لها، ثم عنده واحد دور كبير، فاحنا بغينا نعطيو الدور للتكوين المهني. ولذلك المنحة ديال المتدربين في التكوين المهني ليس إجراء ماليا بحتا أو إجراء اجتماعيا بحتا، وإنما هو إجراء استراتيجي باش تولي التكوين المهني جاذب أيضا. وهذا الشيء اللي وقع، راه التحقوا بالتكوين المهني في هذه السنتين 300 ألف متدرب جديد باش يقفز الرقم 750 ألف، وهذا رقم غير مسبوق أيضا، 300 ألف جديد. علاش؟ لأنه ولات التكوين المهني جاذبة. صحيح خصنا نسعوا العرض، نوعوا العرض، يكون متكيف أكثر مع الحاجيات ديال التشغيل، وأيضا نرفعوا الجودة. هذه التحديات ديالنا اللي إن شاء الله نشتغلوا عليها، ويمكن أن الكاتب الدولة المعني أو الوزير أن تدعونه إن شاء الله لأعطي مزيد من التفاصيل في هذه المسألة. المقاول الذاتي، أريد أن أقول بأن المقاول الذاتي، سأل أحد النواب على المبلغ ديالو، المقاول ديال الآن في شتنبر 2018، آخر شتنبر 2018 وصلنا ل 80 ألف مقاول ذاتي في سنتين، 80 ألف مقاول ذاتي، وحوالي 400 مليون درهم ديال رقم معاملة مصرح به. وغادي ندعموا أكثر هذا البرنامج إن شاء الله، وغادي توسع ونستطيع نزيدوا 40 حتى 50 ألف سنويا، فهذا شيء مهم، ولكن كنا نطمح ونحن نطمح إلى أكثر من هذا،
وهذا درنا حتى برامج أخرى للمواكبة للتكوين قبل ما هادشي للمواكبة وللدعم. كان هذه البرامج وكان حول ما أمكن نفعلها على أرض الواقع، ونرجو من الشباب أن يهتموا بهذا المجال المهم والإيجابي. بالنسبة للسياسة المندمجة للشباب، هي هذه السياسة المندمجة للشباب موجودة إن شاء الله غادي نعرضوها في القريب في مجلس الحكومي، ومن بعد يمكن السيد الوزير يجي للجنة المعنية ليعرض الخطوات ديالها توضعت بطريقة مندمجة. ولكن بفعل الواقع، بفعل الواقع هناك استراتيجيات سابقة قطاعية، إنما هي تأخذ هذه السياسة المندمجة كيحضروا هذوك القطاعات كتخذ هذه الاستراتيجيات بعين الاعتبار وكتكيف مع ما هو موجود في الإجراءات الجديدة الاستراتيجية ديال السياسة المندمجة للشباب، وكيتم التنسيق. وهذه اللجنة اللي غادي نوضعوا الآن هي اللي كيتم التنسيق ديال التنفيذ والتقييم والمراجعة إذا كان هناك حاجة إلى ذلك. وأريد أن أتوجه إلى شبابنا وشاباتنا حيثما كانوا باش نقول لهم بأن نحن نعتبركم رأس المال المغرب، أنتم أيها الشباب رأس المال المغرب. نتمنى إن شاء الله أن تساهموا بطريقة فاعلة في وطنكم، وأن نفتح لكم المجال لهذا، وأن نوسع هذا المجال. ثانيا، احنا كنحسوا بالمعاناة ديالكم وبالمشاكل اللي كيعانيها كل شابة وشاب، وكنحاولوا جهدنا من خلال السياسات التي ننهجها والبرامج اللي كنطرحوها والدعم الموصول والموجود، وخصوصا العالم القروي والمناطق النائية، نحاول ما أمكن أن نرفع هذه المعاناة وأن نقرب هذه البرامج إليكم. لكن أؤكد أنه بتعاوننا جميعا، سيدات والسادة النواب البرلمانيين الله يجزيكم بخير، بتعاوننا جميعا وتعاون مختلف المتدخلين ومختلف الشركاء والهيئة السياسية والنقابية، يمكن لنا أن ننجح في هذا الامتحان ونرفع هذا التحدي. هذا هو اللي خصنا، هذا العزم اللي خصه، والشباب خصهم هما أكثر عزما، هما اللي خصهم ينظروا على أنه يمكن أن يرفعوا التحدي، يمكن أن نصل إن شاء الله إلى التعليم الجيد وإلى الشغل الكريم والمنتج وإلى الاقتصاد القوي. وإن شاء الله راه عندنا المؤشرات الدولية، مش غير داكشي اللي طرحوا بعض السادة السيدات النواب في الصباح، مش غير هذا، لا، كاين مؤشرات إيجابية كبيرة دولية. انتني راه في مؤشر التنافسية المغرب تقدم وغادي نتقدموا أكثر في عدد من المؤشرات، ومؤشر ديال التنمية البشرية مع الأسف الشديد دائما في الإحصائيات كتوقع أخطاء، سنصححها وسنحقق في إن شاء الله تقدم بإذن الله، وغادي تشوفوه. وأيضا في مختلف المؤشرات الأخرى، لأن عندنا الثقة في بلادنا، عندنا الثقة في المستقبل ديالنا، عندنا الثقة في الشعب المغربي، عندنا الثقة أيضا في جلالة الملك بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد رئيس الحكومة. ننتقل الآن سيدات والسادة النواب إلى الجزء الأخير، والذي يتضمن سؤالين اثنين. الأول حول موضوع دعم المقاولة المغربية وحمايتها من الإفلاس، تقدم به فريق الأسرة والمعسرة. والثاني حول موضوع سياسة الحكومة في مجال الهجرة، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. أعطي الكلمة الآن للسيد النائب عزيز البار باسم فريق الأسرة والمعسرة لطرح السؤال. لكم الكلمة، لكم الاختيار، سؤال وتعقيب في آن واحد، أو سؤال وبعد ذلك فيما تبقى من الوقت تقديم تعقيب. سيد رئيس الحكومة المحترم، سيبوانو لأنه قريب ليك، قريب الفاس، تفضل. كما تعلمون فإن المقاولة المتوسطة والصغيرة، والصغيرة جدا، هي عماد الاقتصاد وأساسه الذي لا يمكن أن يتحقق أي إقلاع اقتصادي حقيقي لبلادنا بدون أن يكون هذا النسيج في كامل صحته وقوته.
ذلك الواقع اليوم هو أن هذا النسيج يعاني مشاكل كثيرة، ولا أدل على ذلك هو عدد مقاولات التي تعلن إفلاسها، وذلك في غياب رؤية واضحة للحكومة لدعم وتشجيع المقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا. وعليه نود أن نسألكم سيد الوزير رئيس الحكومة اليوم ونحن بصدد مناقشة مشروع قانون المالية، عن ماذا أعددتم لإنقاذ نسيجنا المقاولة ولا سيما المقاولة الصغيرة وصغيرة جدا؟ شكرا سيد رئيس. شكرا سيد رئيس الحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جلسة دستورية وعلى حسب المادة 100 من الدستور مخصصة لمناقشة السياسات العامة، وبالتالي كان من الأجدر عدم طرح أسئلة في السياسات القطاعية، لأن هناك الوزراء كيجيو أسبوعيا، اش غادي يجاوبوا الوزراء إلا ولا رئيس الحكومة كيجاوب على كل شيء أولا. ثانيا رئيس الحكومة منذ البداية هناك ظهائر، هناك مراسيم فوضت هذه الاختصاصات للوزير، وعادة يلفت الاختصاص ما خصش نرجع أنا نعود ناخذها إلا بعد إلغاء المرسوم. فلذلك أنا أعتبر بأن الإجابة عن الأسئلة القطاعية لا تدخل في صلب هذا دستوريا، في صلب هذا الجلسة، وأرجو أن نتجنب هذا في المستقبل. ورغم ذلك احتراما للسيد النائب، أريد أن أقول بأنه فيما يخص دعم المقاولة المغربية، دعم المقاولة المغربية وحمايتها من الإفلاس، احنا واعين بأنه هذا المجال ضروري نخدم فيه وخدمت فيه الحكومة. ولذلك أريد أن أقول أولا هناك مواصلة لتنزيل الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، والحمد لله مناخ الأعمال من 2010 إلى 2017 تحسن، 2017 تحسن من 120 إلى 69، وهذا قفزة كبيرة، وإن شاء الله سيتحسن أكثر، ودخلنا عدد من الإجراءات اللي غيتحسنوا أكثر إن شاء الله، وهذا شيء مهم. ثانيا هناك عدد من التدابير العملية لدعم المقاولة المغربية برسم قانون المالية 2018 وبرسم مشروع قانون المالية 2019. وفيما يخص مشروع القانون 2019 أريد فقط أن أعرض واحد مجموعة الإجراءات. أولا فيما يخص إجراء تقليص آجال الأداء، هذا الشيء راه دخلنا ودرنا عليه ودرنا كاع درنا مرصد تقليص أجل الأداء، تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، وتسريع الإرجاعات، وهذا واحد العمل غير مسبوق غادي نديرو السنة واحدة 40 مليار درهم، غادي نحاول ما أمكن نعطي المنافس كبير للمقاولات وللمقاولة المؤسسات العمومية وللشركات العمومية اللي هي غادي نشرطوا عليها باش هي تعدل الديون ديال المقاولات سواء كانت صغرى أو متوسطة أو كبرى للقطاع الخاص، وهذا واحد العمل غادي يعطي متنفس لهذه المقاولات، وربما غادي يدير لنا الوقاية من عدد من المقاولات اللي كتمشي للإفلاس. تحسين الولوج التمويل من خلال تبسيط آليات الضمان، تا هو جاي فهاد اسمه، ورفع سقف التمويل عبر القروض الصغرى جاي فهاد مشروع قانون المالية، اعتماد آلية للضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا بهذا تبسيط مولوجها إلى التمويل جاي اجتني، مراجعة الجدول الحالي للضريبة اللي تحدت عليه منذ قليل، الضريبة على الشركات اللي كان خفضوا بالنسبة للشركات اللي كان عندها 20% إلى 17.5%. وأيضا ثانيا هناك معالجة صعوبة المقاولة من خلال اعتماد مشروع القانون ديال في مدونة التجارة لتعديل مدونة التجارة، خصوصا الكتاب الخامس المتعلق الذي يتوخى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعالجة صعوبة المقاولات، وهذا الحمد لله صدقتوا عليه في البرلمان وتنشر، وهذا مهم جدا، لأنه أولا كيهضر أولا على حماية المقاولة من الإفلاس، مواكبة المقاولة المشرفة على الإفلاس، تأهيل مسطرة الوقاية الخارجية للمقاولة وللرفع من جاذبيتها من خلال تسهيل المقاولة، تسهيل التمويل ديالها وتشجيع المتعاملين فيها وغيرها، التنصيص لأول مرة على مسطرة لإنقاذ المقاولة التي ستوفر آلية فعالة من شأنها تعزيز قدرة المقاولة على تخطي الصعوبات. إذن هناك عدد من الإجراءات عملية لدعم هذه المقاولة، لكن هنا
لا بد أن أشير إلى قضية. صحيح أن هناك حوالي 8000 مقاولة تشرف على الإفلاس سنويا، ولكن إلى قرنا بالأرقام الدولية إلى عرفنا أن موت المقاولة هو مثل حياتها، وعرفنا شحال من مقاولة عندنا 500,000 مقاولة تقريبا، فإن هذا يشكل نسبة 1.6% فقط، وهو مماثل لفي أغلب دول العالم والدول القريبة منا وخصوصا الدول الأوروبية. ولذلك نسبة ويمكن أن نقول بأن نسبة زيادة الإفلاس تناقصت في السنوات الأخيرة، وهذه هي المهم، تنقص نسبة زيادة الإفلاس وبالمقارنة هذاك الشيء بالمقارنة مع عدد المقاولات المحدثة. دابا نحدث 4.4 مقاولة مقابل مقاولة واحدة تفلس. وأيضا أريد أن أقول بأن هذا المشير غير معتمد في من قبل المنظمات الدولية معتمدة، هناك مؤشرات أخرى تعتمد أكثر، ورغم ذلك فإننا سنقوم بكل الجهود باش ما يكونش يتزج هذا الإفلاس وندعموا هذه المقاولات ما أمكن. شكرا. شكرا للسيد رئيس الحكومة. لكم الكلمة سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. اولا سيادة رئيس الحكومة، هذا السؤال هو رئيس الحكومة وانتم مسؤولين على الحكومة ككل. جوابا على يعني جواب ديالكم، اولا 40 مليار ديال الدرهم لاداء المقاولات والمؤسسات العمومية تنطلبوا من الله هذا الشيء يطبق، لان كانت تكن في حكومات سابقه ولكن ما طبقوها لحد الان جل المقاولات وخاصه الخواص وحتى الاستثماريه والعموميه ما تتاديش. القروض الصغيره ومعالجه صعوبه المقاوله غادي نجاوبكم عليها، جوابات جد مهمه لان هذه النقاط الاساسيه والاوليه للضرب المواطنين ككل. تسهيل المقاوله وانقاذها هذه مسؤوليه الحكومه، وانا غادي نجي لها في التطرف ديالي كجواب. يعني 8000 ما بين 7000 و8000 يعني ديال ثانويين اللي طريق الإفلاس، أنا أقول أكثر من 12,000 ولا 15,000. هنا في نطاق بعض الإجراءات التي اتخذت الحكومة السابقة والحالية والتي لا يتسع المجال لذكرها كعملية وبرنامج امتياز، فإن هذا المشكل كما ما زال مطروحا ويتمثل بالأساس في ضعف القدرات الذاتية للمقاولات في مجال التنمية وصعوبة الحصول على التمويل الكافي لمشاريعها وعدم قدرتها على تغطية كافية لحاجتها، وهو ما يترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر وضعف مستوى الضمانات المقدمة من المؤسسات البنكية والمصرفية. أنت نعرفوا السيد رئيس الحكومة ما تقدروا تديروا والو مع هذه البنكات، لأن النقاط الأساسية لا يمكن مقاولة الصورة، يمكن لهم يمولوا راسهم، وبالتالي تمشوا للأبناك تطلبوا من 10 مرات ولا 20 مرة وما عندهمش، وتطلبوا لهم يعني يمكن لهم مأدين الضرائب ولا سينيسيس وزيد 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 في حالة ما كانت مقاولات متوسطة. الإجراءات المصدرية المعقدة ومشكل البيروقراطية، تسريع وجه هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وإعطائها صلاحية جديدة لتسيير وتبسيط المساطر الإدارية ومعالجة مشكل البيروقراطية القاتلة الساحقة. إذا تنعرفوا سيد رئيس الحكومة ما غادي يمكن لكم ديروا والو مع الإدارات. أنا نعطيكم سيناريو صغير، نمثل راسي كمقاول صغير، بغيت ندير ناخذ شي رخصة، خصني نمشي يعني للمركز الجهوي للاستثمار نطلب نحط، هما غادي يقبلوا الطلب لان عندهم افتخار تكتب في الطلبات تيقول لك نشأوا منشآت ومقاولات، عندهم افتخار بزاف بشي هذا، خصك تمشي عاد للمجلس المدينه او الجامعه او لي سابور بومبي ويعني وجميع الادارات. اما الا مشيتي دي مقاوله صغيره غتمشي للامور الاداريه الا ما عندك شيء تيقولوا لي بيستون ولا المعرفه ولا القدره الماديه ما غادي يمكن لك شيء قدام. إذن هذه تنعرفوا بأن السيد رئيس الحكومة صعيب وصعيب. تفعيل الشباك الوحيد هذا مشكل هاويس، الاسم على غير مسمى، المجلس يعني الجهوي للاستثمار الاسم على غير مسمى، لأن كما بعد الدول الغقية أو اللي في صعود اللي هي سر النجاح ديالها هي المقاولة الصغيرة والمتوسطة. سر نجاح مقاولة الصغيرة والمتوسطة في حالة ما وقع مشكل أو أزمة اقتصادية
او يعني ما توصلش الافلاس لان تيكونوا يعني عائلات وتيكونوا شركات صغار. اما اذا كانوا شركات كبرى سيد رئيس الحكومه يعني عندها 3000 ولا 5000 ولا خاصها تكون الخواص الاكثريه ديال العموم، راه خص الدوله تنوض سهم وتنوض تخلص عليها باش تدخل داك 3000 ولا 5000. اذا سر النجاح والمقاوله الصغيره والمتوسطه، وخاصه الجد جد الصغيره اللي تيقولوا عليها يعني ديال العائلات. العائلات في حاله ما كان مشكل اقتصادي لا ما تيتخلص له، ما تيتخلص له، ما تيتخلص له، ما تيتخلص، وتيصيبوا حل حلول باش يخرجوا من الورطه الاقتصاديه. اذا وضعيه الوكالات الجهويه للاستثمار مشكل عويص، عدم القدره على مواكبه التطورات التكنولوجيه مع المتطلبات الإنتاجية، مما يستدعي ضرورة نهج أسلوب تكوين مستمر من طرف المقاولين. التكوين المستمر، غياب شروط المنافسة الشريفة بسبب جمود وركود دور مجلس المنافسة باعتباره آلية رقابية لضبط الإشارة إلى قطاع. في هذا النطاق هذا المنافسة وكذا غياب دور الاجتماعي. التحديات المتعلقة بالولوج بالنسبة للمقاولات الصغرى، وهنا غادي نمشي على سبيل المثال الإضراب الحاصل حاليا السيد رئيس الحكومة، فتجدر الإشارة إلى قطاع النقل الطرقي لبضائع يخوض إضرابا بسبب ارتفاع أثمان المحروقات، وهذا المشكل الأساسي، لأن حتى الفلاح الصغير اللي جاب مشروع قالوا الماني كيفاش غادي يمكن له كذا وأنتم دايرين إلا اللوبيات الكبار. ارتفاع أثمان المحروقات هو المشكل الأساسي والأول اللي تيغلي حتى على ذاك الفقير والضعيف ما توصل عنده حتى المدينة أو البلاد أو كذا حتى يكون يعني جوج أو ثلاثة المرات أثمية. مشكل تحديد الحمولة، منع الوزن الثقيل من الولوج إلى مجالات حيوية، هذا مشكل النقل حاليا. مشكل البطاقة المهنية اللي تتكلف أكثر من 7000 درهم فوق الاستطاعة ديال ذاك السيد الفقير والضعيف المقاول الجد الصغير. تنظيم القطاع وضمان الحكم الاجتماعي المهني. شكرا للسيد النائب. نص دقيقة. السيد الرئيس من خلاصة، السيد الرئيس يتضح لي وللمواطن بصفة عامة الذي أصبح اليوم عن طريق إعلامية يتوصل بطريقة سهلة وسريعة بكل معلومات أن بلدنا المغرب أصبح يعاني من ظاهرة تضخم والديون الخارجية التي انتقلت كاهل. شكرا للسيد النائب. شكرا لك. السؤال الثاني والأخير. نصف دقيقة. ضروري أنا بغيت غير نقول واحد الكلمة. طبعا الحال دائما خصني نشكر السيد النائب، ولكن يبدو أنه ما طلعتوش على مشروع القانون ديال إصلاح مراكز الجهوية للاستثمار والذي هو موجود الآن في مجلس النواب، والذي يعالج أغلب الأمور التي ذكرتموها، وفيه اللجنة الموحدة للجهوية الموحدة للاستثمار، وفيه أي قطاعي واش ندير أنتم اللي طرحتوا قطاعي. سيد نائب وفيه لكم الكلمة سيد الرئيس. وفيه تطوير المراكز الجهوية للاستثمار باش نتجاوزوا هذه الإشكالات كلها، ونحن سعيدون لأن احنا خدمنا بجهدين حتى جبناه، نتمنى ودوزوه بسرعة. شكرا. السؤال الثاني والأخير يتعلق بسياسة الحكومة في مجال الهجرة من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. لطرح السؤال كلمة للسيد النائب عبد الغني جنح. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة المحترم، أصبح موضوع الهجرة بالمغرب يقتضي إصلاحات شاملة على أساس مقاربة ناجعة تضمن العدل والإنصاف للمهاجرين من جهة، وتحصين البلاد من جهة أخرى، بعدما تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة أمام الموقف الأوروبي الصارم من المهاجرين. وفي الوقت الذي ازدادت فيه أعداد المغاربة المهاجرين السريين نحو إسبانيا بشكل خطير دون إغفال وضعية أفراد الجالية المغربية بالخارج الذي التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على خدمتهم والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وهويتهم الثقافية والدينية. فلهذا سيد رئيس الحكومة، فهل لدى الحكومة سياسة واضحة للمعالم في مجال الهجرة؟
وهل لدى الحكومة تصور لإصلاح شامل لمنظومة الهجرة بمختلف جوانبها وأبعادها؟ وأي شراكة تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا المجال؟ وما هي التدابير الكفيلة بتنفيذ السياسة الشاملة للهجرة؟ وشكرا سيد رئيس. شكرا كلمة للسيد رئيس الحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، شكرا السيد النائب على طرح هذا السؤال، وإن كان تنسحب عليه نفس الملاحظة التي انسحبت على السؤال الأول، لكن أشير إلى أن التعامل مع واحد القضية مثل قضية الهجرة عند أبعاد متنوعة، أبعاد إنسانية، أبعاد اجتماعية، أبعاد سياسية، أبعاد قانونية، أبعاد أمنية وغيرها، وبالتالي هي قضية معقدة وقضية تشغل الرأي العام الوطني، ولكن أيضا تشغل حتى الرأي العام العالمي. وكما قلتم فعلا المغرب لم يعد بلد عبور فقط إلى أوروبا، ولكن أصبح أيضا بلد استقرار من قبل عشرات الآلاف من هؤلاء المهاجرين من مختلف دول إفريقيا لاعتبارات اقتصادية أو اعتبارات اجتماعية أو اعتبارات سياسية أو اعتبارات أمنية أو غيرها من الاعتبارات. وفي هذا السياق وانطلاقا من توجيهات ملكية سامية، قامت الحكومة ببلورة سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء. وهذه السياسة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الإقليمية والدولية في هذا المجال، وتأخذ أيضا بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان والمبنية على مقاربة إنسانية ومسؤولة في مجال الهجرة واللجوء، وأيضا تأخذ بعين الاعتبار شراكاتها الإقليمية والدولية، وتأخذ بعين الاعتبار بالخصوص عمق علاقاتها وسمو علاقاتها مع أشقائه الأفارقة. المغرب يعتز بكونه بلد إفريقي، والمغرب اتخذ قرار استراتيجي بالاندماج مع أشقائه الأفارقة، ولذلك كان هناك إحداث للوزارة، وزارة التعاون، وزارة خاصة بالتعاون الإفريقي، وبالتالي فوجدت هذه السياسة. تهدف هذه السياسة الوطنية في مجال الهجرة إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتحسين اندماجهم داخل المجتمع المغربي انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترام بنودها، حيث تم تنزيلها عبر 11 برنامجا و81 عملية همت إجابات متجددة للتحديات التي تطرحها هذه القضية، قضية الهجرة، على مختلف المستويات التي أشرنا إليها. ومن هنا في هذا الإطار كانت هناك عدد من المبادرات. أولا، إطلاق حملة استثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين في المغرب بطريقة غير قانونية منذ سنة 2014، وأسفرت عن تسوية 23 ألف حالة تمثل 83% من العدد الإجمالي للطلبات المقدمة، والتي وصلت إلى 27 ألف طلب، يعني الأغلبية الساحقة منها 83% منها سوية. إدماج الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني بالتراب المغربي منذ ما تم دجنبر 2016 إلى غاية دجنبر 2017، وكان قد أودعت 28 ألف طلب تقريبا، وقبل منها وحظي ما يقارب منها ب 20 ألف بالموافقة، على أن باقي الطلبات بصدد الدراسة لأن فيها طعون لدى اللجنة الوطنية. بلغ عدد اللاجئين المعترف بهم من قبل مكتب شؤون اللاجئين وعديم الجنسية 755 لاجئ من جنسيات مختلفة، واستمع من طرف اللجنة المختصة إلى 1097 طالب لجوء من جنسية سورية. تمكين المهاجرين واللاجئين من الولوج إلى مجموعة الخدمات العمومية التي يلجأ إليها عموم المغاربة. كما قامت إذن، كان هناك أيضا الشروع في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالهجرة، وذلك من خلال اعتماد القانون رقم 2714 المتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر، وهذا قانون مركزي ومهم جدا، لأن احنا ماشي رفضي للمهاجرين، هذه الهجرة هذه ظاهرة إنسانية بشرية، وإخوان الأفارقة مرحبا بهم، ولكن يجب أن نحارب الاتجار بالبشر والاتجار بمآسي هؤلاء المهاجرين من قبل شبكات، هذه الشبكات ديال الاتجار. ثانيا، اعتماد المرسوم رقم 2740 يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وأيضا
كان هو إعداد مشروع قانونين بشأن اللجوء والهجرة، وسيعرضان قريبا على أنظار السلطة التشريعية لإتمام إجراءات المصادقة. ثالثا، هناك معالجة إشكالية الهجرة غير النظامية، والتي كما قلتم تتم فعلا من المغرب إلى دول أخرى، ذلك أنه في هذا المجال لا بد من مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وشبكات هذه الاتجار. ومن هنا تم وضع برنامج محكم لضبط التحكم في تدفقات الهجرة وفق مقاربة إنسانية ومحترمة لحقوق الإنسان، وانسجام مع البرنامج الذي وضعته السلطات المعنية. وضعت خطة أمنية طموحة في هذا المجال من خلال محاربة شبكات التهريب التي أصبحت تأخذ أشكالاً متعددة ومتنوعة. وسيستمر المغرب في هذا الاتجاه ديال المقاومة هذه الشبكات وعدم التساهل معها. شكرا جزيلا. كلمة للسيد نائب إسماعيل البقالي لتقديم التعقيب عن ما ورد في توضيح سيد رئيس الحكومة. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة، أول شيء السؤال ليس بقطاعي، فهو سؤال موجه إلى سيادتكم كرئيس الحكومة، لأنه سؤال حول معضلة يعيشها المغرب وعشناها في الشهور الأخيرة، ألا وهي الهجرة، الهجرة ديال الأولاد المغاربة، إخواننا المغاربة إلى الديار الأوروبية. يقيس هذا الموضوع جميع القطاعات الوزارية، من تشغيل، من شباب، من أسرة وتضامن. فغياب السياسات الحكومية الناجعة قادرة على إيجاد فرص العمل للشباب بما تجاوزت نسبة البطالة عتبة 10% وتصل إلى 40% في الحواضر في صفوف الشباب، وهذا مؤشر جد خطير. رغم الإعلان عن استراتيجية وطنية للتشغيل التي يوجد هناك أسئلة كثيرة حسب الأرقام المدرجة فيها، غياب سياسة إرادية للحكومة تضمن إعادة الاعتبار للعمل السياسي يجد فيه الشباب ذاتهم كنخب سياسية برلمانية حكومية جمعوية جماعات ترابية، وإعادة الثقة لهم في المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني. فالشباب ليس له متنفس ديمقراطي حقيقي إلا مواقع التواصل الاجتماعي ومدرجات الملاعب الرياضية. غياب الديمقراطية التشاركية الحقيقية وإشراك الشباب في العملية السياسية وتدبير الشأن العام، حرمان الشباب من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي والتجمهر والاحتجاج والتعبير بكل حرية. أصبح موضوع الهجرة السرية والهروب من الوطن فوق قوارب الموت، والعبور نحو إسبانيا يطرح سؤال الانتماء عندما لا تتوفر شروط ومقومات ومتطلبات العيش الكريم لدى الشباب، في غياب الشعور بالأمان أمام تزايد مظاهر الإحباط واليأس. الأمر الذي أصبحت معه هذه الوضعية ذات البعد الإنساني والحقوقي تدق ناقوس الخطر، بعدما تحول المتوسط لأكبر مقبرة جماعية تدفن فيها آمال وطموحات الشباب المهاجرين الذين يحلمون بغد أفضل. سؤال الانتماء أيضا يطرح نفسه بحدة بالنسبة لهجرة الكفاءات التي لا تجد فرصة عمل لائقة ولا ظروف الاشتغال والترقية والعناية والتحفيز وشروط الارتقاء المهني. هذه الوضعية السياسية والاجتماعية المطبوعة بالاحتقان أدت بالشباب المغربي إلى ركوب مقبرة المتوسط للوصول إلى فردوس الأوروبي بوتيرة متسارعة، بل الأخطر من ذلك وعودة الشباب المغربي بقوة من جديد في الآونة الأخيرة ليتصدر بذلك المغاربة نسبة المهاجرين السريين الذين وصلوا بحرا إلى إسبانيا، كما تؤدي ذلك تقارير منظمات دولية وإقليمية محلية وأرقام رسمية أوروبية، حيث وصل الوضع المأساوي إلى درجة أن الشباب أصبحوا ينامون في الشواطئ تحيناً لركوب البحر، ويعرضون أنفسهم للموت في انتظار فانتوم يأتي أو لا يأتي، إلى درجة أصبحوا يحملون شعارات حاقدة ضد الدولة. كما نسجد بأسف شديد تزايد وتيرة هجرة الأطفال المغاربة نحو أوروبا بحثاً عن غد أفضل، هروباً من التسول والاغتصاب في الشوارع مع غياب الحكومة وغياب الوزارة الوصية، حيث كشف تقارير جديدة أن الأطفال المغاربة غير المصاحبين يتسللوا إلى إسبانيا يمثلون 70% من الأطفال، والذين وصلوا إلى إسبانيا يقارب عددهم 6000 طفل، ومع ما قد يتعرضون له من ظواهر الاتجار بالبشر
من فيها الاستغلال الجنسي، التسول، العمل القسري، الاسترزاق وغيرها من مظاهر الاستغلال، بالإضافة إلى ما كشفت المنظمة الدولية للهجرة من أن معدل الوفيات خلال العبور من المغرب يصل إلى حوالي 1 من كل 70 شكراً محاولة. شكراً للسيد النائب، شكراً للسيد رئيس الحكومة، شكراً للسيدات والسادة الوزراء، شكراً للسيدات والسادة النواب. رفعت الجلسة.